يعني انت جاي معايا اساسا وفي نيتك تفركش الحكايه من اساسه صح؟ وما صدقت بقى سمعت الكلمتين دول وقمت جاري على السلم. تمنع يا ابني ما تعقل ابنك يا كريم. يا عقل ايه بقى؟ هو انا عمال اخرف قدامك عشان تقول لها عقل ايه؟ شوف كل حاجه الدلع فيها ماشي الا دي. بقول لك ايه بقى ما تعصبنيش انت كل شويه تقول لي كده. يا ابني افهمني، ده ابوها كان واقف مبلول قدام صالح، احط ايدي في ايد واحد مشبوه زي ده ليه؟ بلاش انا. اما يجي لك الاسم وتطرقع له ساعتها هتقول عليه ايه؟ اخو مراتك ولا هتعمل ايه بالظبط؟ اقولها لك للمره الالف يابا، انا كل اللي يهمني في الموضوع ده لبنى وبس، والواد اخوها ده انا مش هدخله بيتي اساسا. اشوف مين؟ اهلا. ايه يا جماعه صوتكم؟ ايه يابا هو كل حاجه؟ لا لا ما تجوزوا البنت. انت يا بنت اللي مطلعك من عند امي؟ وايه اللي بيحشرك في اللي مالكيش فيه؟ يلا غوري. مش ماشي، ده اخويا لازم اقف جنبه. انا جنبك يا عاصم، ومحدش هيتجوز لبنى غيرك، ولو ما وقفوش انا جايه معاك. امشي يا بنت انزلي تحت، مش ناقصين وجع دماغ. انت ايه اللي حاشك في كل ده؟ يتجوزها يرميها ورا ظهره، غرضك ايه بالظبط؟ اخويا هو انا ليا 100 اخ؟ ده هو حيله واحد، وبعدين مش معقول نحرمه من اللي اختارها قلبه. ما تنطق يا واد قول حاجه. امنت بيك يا رب. كانت فين حنيتك دي على اخوك يا حبيبتي قبل كده؟ كانت مطرح ما كانت يا طنط. وديني لو ما نزلتوا معاه بكره بعد صلاه الظهر تخطبوها له اللي هولع فيكم كلكم. انت بتهدديني يا بنت؟ امشي يا بنت تغرى عند امك، امشي. مش هقوم وانا ليا صرفه معاكوا بعد كده. رايك ايه في اللي سمعته ده يا شرشابي؟ رايي في ايه يا ام النون؟ بكره الصبح يابا هنروح للطفي نلبس دبل ونقرا فاتحه، وانا دلوقتي هكلم لبنى نروح اي محل نجيب فيه دبلتين، والكلام بقى اللي انت سمعته ده عشان خاطري اكنه ما حصلش. ماشي؟ طب موال صالح ده يا عم ونركنه على جنب، مالناش دعوه بيه. هي هتعمل معاه ايه؟ هتلبسها الدبل غصب عنها؟ جربشات؟ ايه المنطق ده يعني؟ بنت عماله تسوف تقول لك بعدين اصل الامتحانات. افهم بقى. بقول لك ايه يابا؟ كلبشات اساور القصه دي بقى قصتي انا، سيبني اخلصها يا اخي. خلص يا خم، شو هتخلص ازاي؟ ما بالراحه على الواد يا شرشيك. الله. ايه لبنى؟ عايز اقول لك كلمتين يا اخويا. عنا احنا ثانيه واحده ننوس عن امك. انا نازل المعرض. الحمد لله. اما خلصوا الموال ده بقولوا لي. مع السلامه. ايه لبنى؟ انا لازم اشوفك دلوقتي. ايوه. ايه اللي انت بتقوله ده يا عاصم؟ يعني بعد كل اللي اتقال برضه ولسه؟ يا سيدي انا عارفه انت هتقول ايه وبوفر عليك. انا شخصيا ما عنديش استعداد انزل اقابلك ازاي بس في الظروف دي؟ انت مش شايف البيت عامل ازاي؟ يا سيدي صالح خايف في 60 داهيه يسافر بره مصر، وسابنا متنايلين في المصيبه دي اللي احنا مش عارفين هنعمل فيها ايه اساسا. اتفضل سامعاك. يعني برضه اكني بكلم نفسي. ماشي يا عاصم. طب بس هروح اشوف بابا واطمن عليه واكلمك تاني. خليك بقى جنب التليفون. سلام. يا لبنى مش ممكن عزنا. يا لبنى انا وهي بابا. ايه يا حبيبتي سايبيني قاعد لوحدي ليه؟ انا حاسس انها مش كويس على فكره. 5 دقايق والدواء يشتغل وتبقى زي الفل. اهم حاجه بقى انا عايزاك تنسى الموضوع اللي حصل بره ده خالص. عاملها ازاي دي بس؟ قولي لي عاملها ازاي؟ حاسس ان سمعتنا بقت في الطين في الشارع كله. ومين اللي كان بيتكلم في التليفون؟ عاصم. ايه؟ عايز ايه تاني بعد اللي عمله هو وابوه؟ عايز يقابلني بره، وانا بعد اذنك هروح اقابله عشان اخلص الموضوع ده خالص. ازاي يا لبنى؟ طب ليه؟ طب ليه لوحدك وفين؟ هقابله في اي مكان بره، ما هو الراجل بتاعنا سابنا وهرب. ما قداميش حل تاني يا بابا. طيب يا حبيبتي طيب، بس ما تاخريش. ها؟ حاضر. من خاطري. هقابله في اي مكان مكشوف، نص ساعة مش هتاخر. طيب. وحشتيني. ميرسي. ميرسي ايه؟ بقول لك وحشتيني. هي المزيكا مأثرة عليك ولا ايه؟ لا يا روبي. انت المؤثرة في ايه؟ انا عمري ما كنت اتخيل ان انا اتغير علشان اي حد. انت مش طبيعي النهارده. ما بلاش اعمل لك اختبار واستفزك عشان صوتك يعلى بقى ويبان طبعك الحقيقي.
كل حاجة تتغير مع الوقت يا لبنى. انت عارفة بقى طبيعة شغلي، فيه شوية عنف وخشونة وبلطجية ومساكر. سيبك بقى من الكلام ده، ما تيجي بعد ما نتعشى كده نلف على المحلات ونلاقي أحلى دبلتين في مصر. ساعات بحس إن أنا معرفكش خالص، إن أنا محتاجة وقت طويل قوي علشان أعرفك كلك كده قبل ما أقدر أقرر بقى إذا كنا هنعمل الحاجة اللي أنت لسه قايل عليها دي ولا لأ. الحكاية أسهل من كده بكتير، شك الدبوس زي ما بيقولوا، بس أنت افتحي قلبك. هي دي قلبي اللي أنا مش عارفة له باب من شباك ده. بص يا عاصم، المشكلة إن أنا لاغية قلبي من القصة أصلا، بفكر بعقلي بس. ما هي دي المشكلة، أنت في سكة العقل وأنا في سكة القلب، نتقابل إزاي؟ بقول لك افتحي قلبك. فتحته يا سيدي. في حد تاني؟ تبقي مترددة. طب أقول لك حاجة مرة سمعتها في فيلم، خدي اللي يحبك ما تاخديش اللي تحبيه. يبقى أنت عارف إن أنا مش بحبك وموافق؟ لا، ده معناه إن لو كان في حد في حياتك وأنتوا مش متفقين اجتماعيا فكريا بلاش تاخديه، ابعدي عنه. فكرت في كلامي ليك آخر مرة لما قابلتك، لما قلت لك تفكر في مشاعرك ناحيتي؟ فكرت، حسيت ان انا ما ينفعش اعيش من غيرك، بس واضح ان انا ما بجيش في دماغك خالص. انا بفكر فيك ولا في غيرك؟ ليه يا لبنى؟ مش عارفه يا عاصم، مش عارفه. لو هتبقي سعيده معاه روحي له فورا. سيبك مني. هو مين ده اللي منعك تفكري فيا؟ بس الشيء الوحيد اللي عايزك تعرفيه اني فعلا بحبك. منين يا بيت؟ وهي دي شغلانة اهو، جبته وخلاص. غاب القط تلعب يا فار ولا ايه النظام؟ ايوه، اصل القط بتاعي والقط بتاعك خدوا بعض وراحوا على الخن بتاعه. اموت اعرف بتجيب الكلام ده منين. تموت ده ايه يا ولد؟ ده انا لو ملك الموت دخل عليا وقال لي اختاري هختارك انت واروح معاه. لا، طب ما انت بتعرفي تقولي كلام حلو اهو يا عسله. يا مساحل يا رب، اهي بدأت تندع اهي. اصل يا حنينة، الراجل اللي قاعد معايا زمانه جاي. يا اخويا لو جالك ابعته يجيب لك مفك من اليابان. قول بقى انا طلبك عشان اسمعك. هو انا راديو يا بنت؟ حلوه الاغنيه اللي جنبك دي. لا 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 لا، اغنيه ايه بقى؟ ما تاخدينيش في دوكا. انا عايزك تفهميني الاول. طب تليفون مخزن قنديل موجود على الفاتوره او على المحل، لكن انت بقى عرفت ازاي ان انا هنا ودلوقتي؟ ما تركز معايا شويه، مش كده. وحشتني يا ولد يا جامد. هو ما انت شويه ده انا الود ودي احطك في منديل واطبقه كده وارميه في عبي العمر كله. طب مش خايفه يا بنت لحسن هتشقى هناك وانت مش قد شقاوتي؟ يا اخويا تنيل، ما كانت قدامك الشقاوه وعملت لي فيها الشيخ عاشور. الشيخ عاشور مين يا بنت؟ واحد ما تعرفوش بيبيع فرط الرمان. اه، يبقى انها كده فرطت. زيزو حبيبتك اتخطبت النهارده. لبنى، وهو انت في قلبك غيرها؟ عاصم خد ابويا النهارده وراح يخطبوها. الو، انت رحت فين؟ للدرجه دي قلبك فط وراح وراها؟ ايه، انت قلتيها حكمه، مالكش نصيب فيها. انا عارفه اني جرحت، بس معلش هصبحك. لبنى وعم لطفي ما وافقوش على الخطوبه، بس بيني وبينك النهارده او بكره ممكن يوافقوا. زيزو عشان خاطري انساها. انساها وافتكرك انت يا سناء. يا اخويا انساها انت بس الاول وسيب الباقي عليا. ايه رايك؟
ممكن نتقابل في الشقة؟ نتقابل يا سناء، بس بلاش في الشقة يعني، خليها في القهوة. ماشي ماشي، أنا كفاية عليا إني أشوفك وخلاص. تصبح على خير. طب باللي ريق بكلمة حلوة علشان أنام وأحلم بيها للصبح. مربى. ماشي يا عسل، بس ورحمة أبوك عبد الرحيم ما تفكرش فيها الليلاتي. حاضر يا ست، ورحمة أبويا لا أفضل أفكر فيها طول الليل. تحتي. سلام بقى. حاجة يا شافعي. قول. زمان أيام أبوي الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحم الجميع. كنت كل ما أقول له يا أبوي أنا عايز أسافر، بالك أنا هيقول لي إيه؟ إيه؟ عاولي بلاده هنا يا ولدي، هيبقى عاولي بلاد الناس. الله يرحمه كان طول عمره ما يحب ليش الخير، وطول عمره كان مكسر مجاديفه. طب أنت شفت أبوك؟ الدور اللي باقي عليا ما شفتوش خالص. الله يرحمه. مات قبل ما تولد بثلاث شهور، طول عمره كان غاوي فقر، وساب للفقر وراثة. زعلان مع قلبك يا اخوي. ان شاء الله بكره هتبقى حلوه والظبط وتبقى زي الفل وتقول جعور قال لي. وان ما حصلش يعني هنعمل ايه؟ الايام كلها شبه بعضها، امبارح زي النهارده وبكره زي بعده. عجبك قعدتنا دهيت على باب البلديه نهول المعلمين الحجر بتاعهم؟ لا طبعا ما عجبنيش، بس هنعمل ايه؟ قالوا للجمل ضمر، قالوا لنا شفايفي مضمومه ولا صوابعي مبرومه، ولا احنا واحنا يا مولاي كما خلقتني، لا معانا شهاده ولا معانا صنع، كنا هنشتغل ايه يعني؟ دكاتره ولا هنشتغل مهندسين؟ عارف انا بيعجبني قوي الواد زيزو، ايده فيها عبقريه كده يا اخي، ما تعرفش ازاي يمد عينه على الحته يصلحها في ثواني، ايده تتلف في دهب. الله بالحق يا شافعي، هو واخد كتكام كده في العمليه دي؟ ألوفات يا اخويا، ألوفات، ربنا يبارك له. عارف الألوفات اللي عملها ديت في شهر نفضل احنا نشتغل فيها طول سنين عمرنا وما نعملش منها ربع؟ فهلوي فهلوي سيسو ده من يومه وهو فهلوي، وعايز اقول لك ليله فهلوته دي ما كانش الراجل اللي هو ده كسب قرش ولا مليم احمر حتى. اه
ايوه على رايك، بس احنا اخويا لازم نشوف لنا حل. ما نفضلش قاعدين كده. هنعمل ايه يعني؟ ادينا مستنيين لحد ما ربنا يعدلها. هنفضل مستنيين لغايه ما ربنا يعدلها برضه؟ لازم نجتهد نعمل اي حاجه نشوف مصلحتنا يا جدع. قول يا رب. يا رب. بقى قنديل يا عيل يا اللي مقصر في المعيله، تتفق على فرح بنتك سميه وانا ما احضرش قعده الرجاله؟ ده كلام؟ طب ايه رايك بقى؟ انا هروح للبنت البيت اعصيها عليك وابوظ لك الجوازه دي. لا يا حبيبي يا شرشابي، انا ما صدقت انها توافق على العريس، وبعدين انت اكتر واحد عارف البنت دي متدلعه اخر دلع. الله ما تتدلعش بيه، مش الحيله وجت بعد شوقة. الا جت بعد شوقة. يا سلام يا شرشابي، ده انا كنت هموت على ان اجيب بنت، وانا ما عشتش الا بعد البنت دي ما جت. طب ايه رايك بقى؟ فرح البت دي عندي ولازم شارع ابو عزيز يحكي ويضحك عليه. ايه انت ما تعرفش عايزه ايه؟ انا عايزه زي بتوع السيما تقول لك عايزه لوكاندا خمس نجمات. يعني ما نقلب لها شارع عبد العزيز ده 16 نجم ونعمل فرح بقى، وهات يا رأس بالبلدي من 8 لغايه الصبح. والحكومه يا شيرش؟ حكومة ايه؟ احنا من امتى الحكومة بتعرضنا في اي حاجة؟ هنقول لهم وهيقولوا طيب. اللي قول لي، والعريس بتاعها ده بيشتغل ايه؟ بيقولوا هندسة بترول. يعني مقرش يعني؟ منيش انا مقرش ولا مش مقرش، هندسة بترول جاز سبرتو مش مشكلتي. انا مشكلتي ابوه اكبر تاجر خرده بورسعيد، انا وانت نشتغل صبيان عنده. يا بنت المحظوظه، وقعت على العريس ده ازاي؟ وانا شايف ايه؟ يلا بالاداه بس قنديل. انا شافعي يقوم ويكسر الشر يا اخويا. قوم ده المعلم الشرشابي والمعلم جنديل بدري عم ينادوا عليك. مش قايم متعصبني انت؟ شايف عمال يشتم طول الليل والنهار مع الناس يا عم؟ صغيرين كده يا عم، خلاص بقى. والله انت باين عليك ما عايز تجيبها البر وعايز تخرب بيتك بايدك. قوم يا راجل، ده انت عندك عيال. قوم. طب ما طولك يا روح، ما تشوف اخر في خدمه الغز ايه؟ ادينا قايم اهو. قوم ربنا يسهل لك. لا حول ولا قوه الا بالله. امر يا معلم، تحت امرك. هلال امتى بترد على سيدك يالا؟ انا سيدي اكل عيشي وشغلتي في المخزن، مش مرمطون هنا. استنى، ازاي ترد على معلمك بالطريقه دي يالا؟ استنى يا شرشاب، استنى. حلو قوي النغمة الجديدة اللي أنا بسمعها دي، قولها لي تاني كده عشان تطربني. بصراحة يا معلم إحنا كبرنا على المرمطة، كل وقت وله أداني. أيوه كل وقت وله أداني، أدي بقى اللي أنا عايز أسمعها. شفت لك معلم تاني هتسرح وراه؟ قولها لي. لو مشيت من هنا إعمل في حسابك، ما أنتش راجعها تاني أبداً. وروح بقى شوف هتأكل عيالك منين. ربنا هو اللي بيرزق عيالي، إنما مرمطة وقلة قيمة مش هسمح لك تاني يا معلم. إيه؟ شمس الشبي. انت ازاي تتكلم مع معلمك كده يالا؟ غور دلوقتي، غور من قدامه، امشي. ماشي عشان خاطر المعلم. غور في داهيه. خلاص يا منديل، هدي بس. ده كلام ده؟ معلش. شفا الله يخليكي. ما قلتليش بقى قعدتوا المده دي كلها تلهوا في ايه؟ اهو كلام. يا بيه ما تضحكيش على ابوك اللي بيحبك ومدلعك طول عمرك. ايه؟ طلع بيحبك بجد؟ مش مجرد لعبه وشبطان فيها؟ المره دي هو شكله فعلا متغير، حد تاني، بس انا حاسه انه تغير كده مؤقت يعني، عشان هو عارف ان انا اصلا رافضاه. يعني بيتمسك لحد ما يتمكن. مش عارفه، بس مش ده عاصم العنيد الرزل اللي فاكر انه لو مد ايده كده اي حاجه هيطولها. طب عاصم لا، في حد تاني؟ حد تاني مين يعني؟ تنسيتي؟ مازن مثلا؟ الوعد هيقف جنب منك في قضيتك، وانت كمان وعدتيني انك هتفكري فيه. ده حاجه تانيه خالص بقى، عامل كده زي عاصم بس على ابنه دكتور وصيدلاني مشهور. اللي زي مازن ده ما يحرمش نفسه من حاجه وظروفه مساعداه، وانا بصراحه يعني بخاف من الناس دي، مش زينا، هما من حته واحنا من حته تانيه خالص. ايه المانع؟ انت بكره ان شاء الله تتخرج من الكليه
تحافظي على تقديرك وتتعيني في الكليه وساعتها الرز تساوي. افتكرش. عارف انت مين اكتر واحده تنفع لمازن؟ مروه صاحبتي اللي جت هنا هي ولمي. ام عربيه؟ ايوه ام عربيه دي هي شبهه، يمكن عشان كده ما فكرش فيها، عامله زي الفاكهه اللي بيلاقيها حواليه طول الوقت. بس يا رب يا رب تعرف كده وتريحنا وتريح نفسها. طب عاصم لا ومازن لا، في تاني؟ خلاص فيش بقى. زيزو مثلا؟ ايه سكت ليه؟ مفيش يعني مفيش اسرار خالص كده تبقى لي يعني مينفعش. بص هقولك على حاجه، انا هوفر عليك الشرح والكلام. ابوكي ما اتولدش كده راجل عجوز ومدهول، لا انا وانا صغير كنت شقي جدا. وانا ملاحظ ان كنتوا مهتمين ببعض، بس صدقيني يا بنتي في النهاية يا ترى ينفع ولا ما ينفعش؟ والله العظيم ينفع لو الناس بس سابونا في حالنا. هينفع يا بابا. طب يا حبيبتي هتعيطي ليه؟ بص أقولك على حاجة، احنا ناخد فرصة نفكر وأوعدك إن احنا نتكلم تاني، موافقة؟ والعمل هذا بكره. العمل العبادة يا عم شبرو. أنا عارف يا جدع، أنا بكلمك على البضاعة اللي هتضيع مننا، والواد حاطط إيده في مية ساعة ومش هنعرف نتصرف وهنفضل ماشيين كده على طول. وديك شايف الراجل اللي إحنا شغالين معاه سايق فيها الشرف. بقول لك إيه؟ إيه؟ بتيجي نقضيها مع الواد اللي اسمه وليد؟ لا التاني ده. وجلابية بيضة ده ال 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 الشروعي؟ الشروعي ده. إياد؟ إياد. ما ينفعش. الحكومة رابطة رجله في فتلة وكل يوم والتاني تاخده على السجن وتحبسه شهرين وتطلعه. طب احنا نروح ل زيزو؟ زيزو يمكن تدق معاه. ايه اللي حصل لك يا بكرو؟ السيجارة دي جامدة قوي يا شباب. اهو اديك قلتها، عايز تسيب توزيع البني وانا اسيب الحرية والسرمحة ونروح نشتغل في ورشة زيزو ناخد بريزة في ال في اليوم؟ اهو مش هينفع. انت ايه سرحت مني ولا ايه؟ جنب الاثنين دول لا ما تتفهاش دلوقتي يا اخويا. ايوه جنب دول. عادل باشا. اهلا شبرو وبكر. بتشمشموا بقى على ايه السعاده؟ والله يا باشا سعادتك لما بنشوفك بنحس ان الدنيا لسه ب لسه بخير. لسه بخير. نفسي اشوفكم مره ما انتوش مساطيل. قول لي انت وهو. ايوه يا باشا. فين المخزن بتاع عنديل البارود؟ قدام يا باشا اول ما مر على اليمين. خلاص خلاص صدى صوت. انا فهمت ايه؟ واحد كده واحد كده. خلاص. هو سعادتك لو مؤاخذه في حاجه، كل ما بشوفك بلاقيك راكب بوكس. ما انت عايزني اركب ايه؟ المره الجايه ان شاء الله هتلاقيني راكب بوكس. اهو كده غيرت يا باشا. اه. يلا حبيبي خف الخطوه انت وهو. يلا. يلا. عوضر عدل باشا. يلا يا ابن. الموضوع ده باين فيه ايه ده؟ بس اعمل ايه؟ سناء
اطلع صاحبه بسرعه، قول له كلم المعلم قديم. ايوه قول له البوليس كبس على المكسب بتاعك، الظاهر في حد بلغ. فهمت حاجه؟ الله يخرب بيت امك، ولا وقته تلحقوني ما تلحقونيش. طلع يا عزيز، قوم يا ما تستعبطش، قوم. فيها يا باشا؟ فيها يا باشا؟ يا ما انتش عارف في ايه؟ سيادتك البضاعه اللي طلب يا باشا، بقالكوا شهر بتضربوا في بضاعه هنا. ها بضاعه ايه يا مؤاخذه؟ خدوه يلا 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 قدامي يا باشا. طب اعرف ايه يا باشا؟ بس يلا اسمع تعرف باشا. انت خليك هنا رمضان لغايه ما نبرد المغزى. يا باشا اكيد في حاجه غلط يا باشا. ده بلاغ يا برم، انزل وانت ساكت. وربنا بلاغ كايد يا باشا، وبكره تقول زي زوال. قلت انزل وانت ساكت. انا عبد المأمور يا باشا. طب ندي خبر لصاحب المطرح، طيب يشوف مصرفه في اللي يحصل ده. كله هيجي يا حبيبي الاسم وهيتسال في المحضر. انزل. طب هو البلاغ يا باشا بيقول بطل لمضه بقى، بطل غلبه في المايسترو. اسمع تعرف يلا يلا. 18 جنيه سيبك في الفرش يا اخي. يا عم زيزو يا السبوبه طلعت شمال الشمال ولا ايه؟ يا جدع هتفهم من بقك، ربنا ما يجعلنا من اهل الشمال. شبره خد الواد اللي ما بيفوقش ده وتوريني خطوتك، نحطكوا في البوكس معاه. يلا روح يا بكر المعلم قنديل، قول له ان المخزن بتاعك بقى تحت الحراسه وان زيزو ما عادش يشتغل عندك غفير تاني. طب يا اسطى ما تخبصت بعينيك، انا دبيب فهمت السين. الله يخرب بيتك. طب يا زيزو اروح للحاج اقول له انك خلف الاسوار وهتجيب سمك مالي وبابا غنون؟ يا زيزو هم واخدينه على فين؟ هو بابا غنون ده قاعد ايه؟ يلا يلا يا عم يلا يلا. يا قنديل اصحى واسمعني، الحكومة كبست على مخزنك وخدوا الواد زيزو. ايوه بنت صحت من نومها وقالت الخبر المنيل ده، بتقول يا تلحقوه يا ما تلحقوش. والله ما حد عملها غير الواد اللي انت طرقعت له وبهدلتنا ده قدامه. ايه؟ وانت بيجيب مهرجر البلاوي؟ اطلب بقى زيدان الدوري يقول له بعد ما رجحناه في الانتخابات يعمل حاجة، وفي نفس الوقت بسرعة بسرعة تلحق الواد زيزو بدل ما يعك في الكلام وودينا في 60 داهية. منور يا زيزو، انت وقعت ولا الهوا اللي رماك علينا؟ ما انت اللي هتفسر لي المنام ده يا عم مفتاحة. خير اللهم اجعله خير. مين اللي بلغ؟ العصفورة. انت مش راجع الا لما تلبس قضية وتبقى من المشبوهين. قال الله ولا فالك. شافعي طيب؟ لا شافعي ولا مالكي. البلاغ جه في التليفون ومرضيش يقول اسمه. وعلى فكرة انت ما ارشدتش عن صاحبك هتلبس القضية لوحدك، ودول هيرموك بقى على أول ناصية ويقولوا إحنا ما نعرفوش. افتح. تمام يا باشا. خرج لي زيزو. على طول كده يا باشا؟ وأنا ورايا حاجة غيره؟ أمرك يا باشا. طب يا باشا ما ترسيني على الأبوار وأنا لابس سدادة يعني تحت أمرك. خلاص يا زيزو لما نشوف حكايتك إيه. اقفل الباب يا ابني بتاع الحبس. ما انا قلت لك بتضربوا بضاعه في المخزن وبتبوعها على انها سليمه. يا باشا ده كلام يعقل برضه؟ وليه ما يعقلش؟ وانت من الصناعي الكهربائي زي ما انا عارف. ما انا يا باشا مش حرام ان انا ابقى صناعي كهربائي. هو لا مؤاخذه الحاج قنديل ده بيشتغل في ايه؟ بيشتغل في الاجهزه المنزليه. حلو الكلام، يبقى لما يجي يضرب اجهزه منزليه يضربها في مخزنه. يلزمه لا مؤاخذه يعني حته مكن يعني يا باشا، ورشه، مصنع صغنن، في شويه اجهزه، قطع غيار كده يعني. اه ما انت خبير في ضرب الاجهزه وعارف ايه اللي لزامها. انا يا باشا وانا لو كنت خبير كان ده بقى حالي. يا باشا انا اخري اصلح فيشه سخان بايظه، تسجيل عربيه، شي سوار كده يعني. انما موضوع ضرب الغسالات ده انا ما معلموش ولا ليا خبره فيه. يعني انت ما بتغيرش كارتات الغسالات المضروبه ها وبتبيعوها على انها سليمه؟ غسالات مضروبه ايه يا باشا بس؟ صفقه الغسالات اللي جابها انديل من شهر وانت بتصلحها يا زيزو.
صفقة غسالات حتة واحدة. طب لنفرض يا باشا ان في صفقة وانا بصلحها وسيادتك لما دخلت المخزن وفتشت شبر شبر، كان المفروض مثلا تلاقي ايه؟ سبع حتت مفروطين على الارض وما بينهم كده شوية عدة قطع غيار. انما سيادتك لقيت ايه؟ لقيت يا باشا ها؟ لقيت شوية كراتين. عموما المخزن متأمن عليه وهيتجرد كويس قوي والمستخبي هيبان. وانا معاك للاخر يا باشا. بس انا يا باشا وش وحش على الراجل كده وهيتشائم. ده انا لسه شغال عنده من اسبوع يا باشا، والله العظيم يا باشا لو اداني السكه وكرشني ما هزعل. ايوه خير. عايزاكي تسمعيني دقيقه واحده بس وهمشي على طول. اتفضلي اثربيني. صبرك عليا يا دكتوره، انا جايه لك بس عشان تفهمي ان انا مستحيل اسيب اخوكي يضيعني ويختفي. واذا بقى ما كانش ناوي ان هو يصلح غلطته معايا فانا هبلغ عنه واقدر اعمل ده كويس، لاني ماسكه عليه دليل يجيبه من بره زاحف. دليل ايه بقى ان شاء الله؟ ده بقى اللي هتعرفيه لما يقاس منه خالص ويجيب اخره معايا. والدليل ده بقى بالذات مستحيل ان ينكره، وساعتها بس يا دكتورة هتعرفي ان اخوكي مش اشرف مني بكتير زي ما انتي فاهمة. وكمان مستعدة تقدمي دليل على عملتك السودة دي ومش خايفة من الفضيحة؟ انتي ايه يا شيخ؟ الله، ما تروحي تطلعي في نفسك احسن. العملة دي يا دكتورة انا ما عملتهاش لوحدي، ولو اني عارفة كويس ان انتي مستحيل انك هتغلطي اخوكي، بس انا هحاول معاه بالمعروف وهأجل الدليل اللي معايا. ما جاش وصلح غلطته يبقى عليا وعلى اعدائي. ولما بقى تطلعي الدليل اللي معاكي ويبان للناس كلها ان انتي وهو زباله وتستاهلوا الحرق، هتستفيدي ايه ها؟ هترجعي تاني يعني بنت شريفه؟ ما افتكرش. انا يا دكتوره اللي يهمني في الموضوع ده كله اخوكي. ما تنسيش لما يبقى يتصل بيكم من بره ابقي فهميني ان انا مش هسكت وهرفع قضيه، وكمان هجيبه من بره يبوس رجلي. مش بس كده، انا كمان لو عايزه اجيب تليفونه وتليفون الشركه اللي بيشتغل فيها، واروح كمان للراجل اللي باع له التاشيره واحكي له واقول له على كل حاجه. مين عارف جاي ساعتها يدوا لاخوكي علاوه بره. من الاخر كده يا دكتوره فهميني ان انا يا قاتل يا مقتول، عشان انا تقريبا حامل. مش نايمة ليه يا أشكان؟ أنا قلقانة مرة خالي. أصل الفلوس اللي مديهالي عبد العزيز طايرة النوم من عيني. واللي قلقانة دي تخش تاخد دش في نص الليل وتقعد عادتك دي؟ قولي لي فيكي إيه يا بنت؟ فاهميني؟ قلت أتسبح مية سخنة يمكن يلطشني النوم. مش عايزة حاجة قبل ما أنام؟ لا، عايزاكي تنامي عشان بكرة هننزل نزور الحسين وهنشتري شوية حاجات واحنا راجعين. نزور الحسين صح يا مرت خالي؟ ايوه صح، يمكن بركاته تحل عليكي وتهدي ويهدى لك بال. لا بقى يا عادل بيه، قنديل البارودي ده راجل 100 100 وطول عمره ماشي زي القلب. انا عاتب عليك يا باشا، لو كنت صحيتني كنت جبت لك اللي انت بتدور عليه. ما تاخذنيش يا حاج قنديل، ده شغلي ولازم اقوم بيه. اه طبعا يا باشا. ادخل. مساء الفل يا عادل باشا. اهلا 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 يا عادل باشا. اهلا يا عادل باشا. اهلا يا عادل باشا. ازيك يا عادل باشا؟ اهلا يا معلم باشا. اتفضل سعادتك، اتفضل. الله يخليك، شكرا. ايه الخطوه العزيزه ديت؟ الله يخليك. امرني يا باشا. مفيش يا سيدي، الحكايه باختصار، في ولد كان بيشتغل عند الحاج قنديل، والحاج قنديل واضح ان هو طرده فحب ينتقم بالطريقه الساذجه دي. انا هبعتهولك بكره احكي لك القصه من اولها كده، بس امان عليك اديله قلمين عشان يتربى. موجود عندي يا باشا. ثانيه واحده. ايوه يا ابني، ابعت لي عبد العزيز من الحجز.
والبلاغ ده طلع بيه امر نيابه؟ اه طبعا يا فندم. تحب اوريه لسعادتك؟ لا 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 توريه لي انت، الراجل بتاعنا هنا عيب كده يا باشا. على فكره يا باشا، عادل بيه راجل خدوم جدا وعمره ما رد لنا طلب. بص لو انت شكيت في اي حاجه انا عايزك تكمل اجراءاتك عادي جدا، ها احنا خدامين القانون والشرعيه انت عارف. لا لا يا فندم الحقيقه انا فتشت المخزن ما لقيتش اي حاجه تدل على البلاغ. الواد ده غلبان جدا يا باشا، انا لما طردته عمل اللي عمله ده. وعلى فكره الحاجة قنديل ناوي يسامحه ويرجعه تاني الشغل. ادخل يا عزيز. انت بقى الواد الغفيل اللي كان هيروح في الرجلين؟ ما تجيش يا باشا هتقوم ما عليك موجود وعادل بيه. الواد ما بكاش، تصدق ان انا كنت هخش انام واطنشك. فداك يا باشا. بقولكم يا جماعه كلكم كده برابطه المعلم معزومين على فرح بنتي. الف مبروك. مناسبه كويسه. انا نام لي ساعتين بعد اذنكم. ما بدري يا باشا مش لقيتش حاجه. شكرا. مع السلامه يا فندم. مع السلامه يا باشا. مبروك مقدما. سلام يا باشا. سلام يا باشا. مع السلامه يا باشا. نفخهم القرش ومعليهم الغرور. ابدا بقى. الو يا بت، تنام ولا صاحي؟ طب انا عايز اتكلم معاكي. يلا خلاص. جوه هو نام في عضنا بعض يا واطيه. يلا اعملي كوبايه شاي لحد ما اجيلك. ها يلا سلام. هو في ايه؟ قصه حب مع كوبايه الشاي ولا ايه؟ خلصينا. هعمل لك ايه؟ ما انا من ساعه ما قعدت ونفسي اجابه على السؤال اللي انا قلته. ايه بقى هو؟ يا دليل عليا وعلى اللي جابني من بدري. انت لحقت نسيت؟ ايه يا اخويا؟ هي لبنى لحست مخك؟ جرايه يا بنت، ما تلمي نفسك ولا هقوم امشي واسيبك ولا ايه؟ خلاص هلم هفكرك يا واد. مش انا سالتك قلت لك لما كنت معاها في المطعم حسيت بايه؟ في حد في حياتها اتربكت، اتغيرت، نفسها في البرتقال وخايفه من قشره كده يعني. نيلي فوزير السنه دي ان شاء الله ولا ايه؟ مش عارف اقول لك ايه والله. يعني حاسس ان هي مثلا خايفه تقول كلام يتاخد عليها، متردده، خايفه، مش عارف. ايه سكتي ليه؟ عشان كلامك مايع ماسخ كده وملوش طعم. بقول لك ايه، انت لو هتفضل مدهول معاها كده. بقول لك ايه، انت باين عليك هتاكلي علقه النهارده. بص بقى، انا عايزاك تنسى خالص انك ظابط وتركز مع كلامي وتنفذه زي ما بقوله بالظبط. انت بكره الجمعه اللي هو النهارده يعني هتطلبها بالتليفون وترغي معاها في اي حاجه. قول لها مثلا ان انتوا عايزين تنزلوا تشتروا الدبل، اي كلام. هتعرف منها انها قاعده في البيت. ومين هيكون معاها في البيت؟ ابوها. ما هو جمعه واجازه. تقوم رايح لهم وتطب عليهم ومعاك في ايديك دستين جاتوه. عايزاك في القعده دي تاكلهم كده، تدردش معاهم بقى في اي حاجه، في اي هزار، في اي نكته، في السياسه، في الكوره كده يعني. المهم تاكلهم عشان اول ما تنزل من هنا يبتدوا يقنعوا في بعض من هنا. المهم ما تجيبش سيره صالح على لسانك ابدا. الله، ايه اشمعنى؟ لو انت ما تعرفش. ما اعرفش ايه يا بنت العفاريت؟ انت عرفتي دي ازاي؟ اللي هي ايه طيب؟ ما تستهبيش عليا وجاوب يا بنت. اصلك ما تعرفش يعني ايه واحده عايشه في فراغ ووحده. اسمع لي كلمه من هنا، اشوف لي منظر كده واركب بقى فوق بعض واعيش. انت فاهم حاجه؟ اروح اعمل اراجوز يعني عشان يحبوني ولا ايه؟ لا انت رايح مخصوص بكره علشان ما تخليهاش تكرمش منك. الله يخرب بيتك يا بت، انت بتجيبي الكلام ده منين؟ تكش يعني، ومكسبك الوحيد من المشوار ده انك تكسب ارضيه عندها.
وخصوصا ان عقلها مشغول بالقضيه بتاعتها. قضيه ايه انت؟ ايه القطاره اللي انت بتكلميني بيها دي؟ ما تخلصي. والله فكره. فكره ايه يا بنت؟ لحسن انا اقوم واسيبك. تخلصي بقى. استنى بس، دي كان عندها مشكله في الكليه بتاعتها، انا مش عارفاها كويس، بس هو في عندها حاجه في الكليه. اشمعنى دي بقى اللي ما جبتيش قرارها؟ الوليه اللي بتغسل لهم فمين كانت لمحت لي كده بشويه كلام، فانا عايزاك بكره وانت في القعده عندهم تفرد عضلاتك وتفرد صدرك وتقدم لهم كل الخدمات اللي ممكن تقدمها. ليه؟ علشان هم تلاقيهم عمالين يتكلموا فيك انت والواد التاني. بخرب بيتك يا بت. يعني انت متاكده ان في حد في حياتها كده؟ لا، الاجازه دي مش هتنفع. ايه هو اللي مش هينفع؟ بص بقى، ما هو انت لازم تكسب قلب ابوها وقلبها في القعده دي، علشان اول ما تنزل من هنا يقعدوا يقنعوا في بعض من هنا. وليك عليا الاجازه الجايه تلبسوا الدبل ونطرقع الزغاريد في الشارع كله. يلا ايدك على الحلاوه. يلا يا بنت، ما بقى في حاجه اساسا. يا حاج لطفي، حاج لطفي، عايز ايه يا شوشاب؟ على فين العزم كده؟ نعم. رايح فين؟ رايح فين ايه؟ النهارده الجمعه والخطيب هو قدام منك بيخطب وصوته ملعلع، صوته بح من كتر. هكون رايح فين؟ نسيمه؟ ايوه، صوته البح دي عجباني قوي، بس انا بصراحه ما بفهمش كل كلامه عشان بيقولوا بالنحو. انا كنت عايزك في موضوع كده لغايه ما يقيموا الصلاه. بقول لك ايه؟ اهدى بقى كده، لو متوضي تعالى تعالى صلي معايا. يلا. ما انا هاجي اصلي، بس اسمعني. الليل اسمها احسان بتاع الموضوع بتاع صالح ابنك دي، هتعمل روشة وبيني وبينك يعني لو طلبت شهادتي. انا مش هكذب، هضطر اقول الحقيقة. وبعدين انت بقى تحاول تلم كده اللي اتكسر ده وتصلحه، ولو ان ده ما بتصلحش، لكن نعمل ايه؟ تكشر شهادة؟ نعم. دلوقتي الكلام ده؟ ده موضوع نتكلم فيه دلوقتي؟ ايوه، ما انا عايز اقول لك اهو، فكر في موضوع المكتبة والفلوس اللي هديها لك، هيبقى سر بيني وبينك وهديك اعلى سعر. فكر بس ازاي نلم الدور وتدي الوليه حقها وتلم الحكايه بدل فضايح. انت تتضايق لو فضلت واقف كده وانا دخلت صلي الجمعه؟ تتضايق يعني في حاجه؟ لا، اجري اخطف السبحه واجي لك، هحصلك على طول. طيب، اخطف السبحه واجي. استنى بس. الله علي النعم، انت عمده ومدير امن. اتفضل يا معلم. عمده ومدير امن؟ انا مش هسيبك دلوقتي يا معلم غير لما تفصل بيني وبين اخوي، وانت عمده شارع عبد العزيز وكلامك يمشي على رجبينك. وانا فضيلك يالا، ولا هفضي وهفضي ورجالي للقرش. يبقى نقصر كده يا معلم ونلم اللي انكسر، وملناش بركه غيرك واحنا خدامينك يا معلم. انا والشافعي يالا، حد ضحك عليك ولا حاجه؟ انا جاي عشان خاطر جايبك الشافعي معايا يا معلم، عشان خاطر حضرتك كبيرنا هنا في الشارع. شافعي تعالى يا شافعي، خش. سيدي المعلمين الكبير، اللي كل واحد يعمل راسه كده عشان يوافق على انه يعني يرضى عنه ولا حاجه. انا تربيتك يا معلم. لو كتاب الله ما عرفت رب، ولا ربيته عمل لي حساب، ولا عمل حتى لنفسه حساب. بتلومني انا حاج والناس اللي عملوا صاحبك؟ انت قاعد ناوي تسوق الهبل ولا ايه؟ انت بقالك كام سنه يالا معانا هنا في شارع عبد العزيز؟ عمري بحاله يا معلم. واللي يخون العشرة بقى والناس اللي مربيهم ومعاشرهم وروح يبلغ عنهم في نصاص الليالي في الإساءة يبقى إيه؟ خانت مين يا معلم؟ وسام مين؟ أنا مش فاهم حاجة والله يا معلم. ما تطلعش زرابين يالا، قر بخيانتك بدل ما أخش أجيب المسدس أفرغه كله فيه. ده أنا جاي لك عشان تكبر بخاطري وتصالحني على المعلم بتاعي، عشان يبقى العين أكل عيش معاك يا معلم. أنا راجل عبرك وخنتك معاك. انت بتقول ايه؟ طب عليا الطلاق بالثلاثه من بيتها معلم، اللي انا طفحان علشانه الدم. لا عمري خنت ولا عمري عملت حاجه. ده انا طول عمري ماشي يا معلم في الكتف، ماشي عشان اكل لقمه العيش اللي باكل بيها عيالي. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فيها كده يا معلم. حسبي الله ونعم الوكيل. يحرم عليا الشغل في شارع عبد العزيز كله يا معلم. انا رايح اصلي لوضع اللي عمل فيا كده. زي ما يكون كلامه بجد. وراه ده جعوه. انا بس ده رايح يصلي الظهر يا معلم. الله، وانت يعني حالف ما تخش الجامع ولا ايه؟ روح يالا. بكره معاك سيجاره؟ لا بعيش. معاك انت ولاعه؟ اهلا الاختين الحلوين. يا عم زيزو، احنا هنفضل نشحتك
هنتلم عليك زي الزيتونه المبلوله في طبق زيت ولا ايه؟ زيتونه مبلوله زيت محطوطه في طبق صيني، واتنين اغبياء عايزين يصطادوها بشوكه. ماشي يا عمنا، ادينا رمينا الشوكه والسكينه، ممكن نهدى بقى ونعكشك عشان نقعد نفضفض شويه؟ ده عايز ارتاح بقى. اللي هتقوله عارفه يا شرف، وقلت لك لا. يلا بقى عشان الحق الاكله اللي عاملاها امي. سمك مقلي ورز احمر انما يستاهل بقكم. ايه يا عم زيزو، هي الحاجه ما بتعملش غير سمك مقلي ورز احمر ولا ايه يا عمنا؟ ماشي يا عمنا، محلاها مع بصلتين بالخل والليمون وطبق زيت، ممكن ناكلهم بقى مع بعضينا، بس عايزين نهدى بقى ونتكلم حبتين مع بعضينا يا عم. طب احنا هنفضل نشوف كده؟ انا تعبت بقى، عايز اريح. ما انا كمان تعبت وانا عارف انا بلف ليه ولا على رجلك. لا شحن يالا. طب انت بتزعل انا ليه يا شبرو؟ انا بزعلك ليه؟ انت بتهددني انا ولا ايه؟ هجيب عليك يا شبرو. هتجيب عليا يا بكرو؟ والعيش والمال والصحوبيه اللي بيننا يا بكر. طب احنا بنلف ليه طيب؟ مش عارف يا جدع. يا ولاد المجانين، اديني وقفت اهو. ماشي كفرها يا معلم. ارجو بيت بقى اللي بلغ على مين؟ يا ابن المجنونه بقى، مين اللي بلغ عنك؟ اه غيره. بكلمك جد يا زيزو، سبوبه قنديل دي شمال الشمال وفي السليم المعوج يا اسطى. المره دي انت طلعت بدها، المره الجايه ايه؟ ايه؟ قول له يا عم فك الجمل لسانك وقول لاخواتك وفضفض، ده احنا واكلين عيش وملح مع بعض. بس العيش والملح له اصول، اولها ترد على اللي اتقال، وتاني حاجه تسلم البضاعه اللي قفشت مهرها. بيقول لك البضاعه اللي ايه؟ سمعت يا عم الراديو، وضح يا عم زيزو لان كلامك مش حلو على ودن اليمين. يبقى حلو يا اخويا على ودنك الشمال. احنا مش قلنا قبل كده نفتح الورشه ونقول يا هادي؟ مش قلنا نجيب مونة ونقفل ونبيع واللي يطلع لنا نسدد منه ايجار الورشه والباقي نقاسم؟ ولا صهين واجيب مرعي؟ اديك قلتها، مونة وايجار والباقي هنجيب بيه يا زيزو. سمك مقلي ورز احمر. يا جدع ساقي عليك النبي، افهم عليا زي ما انا بفهم عليك، وطقطق ودانك وسقسق معايا بقى. انا عارف اللي هتقوله يا شبر، وقلت لا عشان السكه دي اخرتها معروفه، مؤبد ونطلع منه على عكازين. ما تقول حاجه يا عم الصدى. اخرتها مؤبد ونطلع بدها على عكازين. يا دي الصدى بتاعي مش بتاعه هو. يا عم ما تخليك معانا بقى انت، بالاخر كده الشغلانه دي بلبل. بلبل يبقى حلزه. توصيله حشيش، وقبل ما تفتح بقك هقول لك فولتها، وهكون صريح معاك اكتر من امي. هي امك موجوده؟ الله يرحم الجميع، هي في البلد ليه؟ في حاجه؟ عايز اعرف مين اللي خلفتك النصحه دي وبتصدقك؟ الله يرحم الجميع، يا عم احنا كنا ناويين ناخدك طعم، نبعتك تتمسك الحكومه تتلاقي فيك. لكن انت عملت مع ابني الصح، ومش بس كده دخلتني بيتك وكان عيش وملح مع بعض، وانا رديتها لك في اخوك وسلكته من قضيه في السليم المعوج يا اسطى. الدور والباقي بقى ان انت ترد الجميل وتتوصى شويه، ومش بس كده كمان الناس بتثق فيا وهيدون البضاعه لحد ما نسلك نعدي نبيع. انا عايز افهم بقى مين ابن الكلب الغاب اللي بيثق فيك ده وبيديلك بضاعه كده على الابيض؟ مين بقى؟ تحب اديك العنوان واروح انا؟ يا جدع الموضوع مش محتاج لا راس مال ولا هنبقى تجار صنف، ده احنا هنقب على وش الدنيا، والناس هتمشي تشاور علينا وتقول هم دول السنتو ابو حسامالين عكاوي. عارف يعني ايه العكاوي؟ يا جدع اسمعني بقى. اديني سمعتك اهو يا معلم شبرو، البضاعه دي يا اخويا سناره، اللي هيقرب منها هيشبك، وبدل ما تقب تغرق. بقول له كده والبص. اسكت يا ادوات المغوتك يا عم زيزو، انت جاي تحرق دمي وتعلي كفتازين في دماغي يا جدع. انا بقول لك الموضوع مش محتاج تحويشه العمر ولا شقه السنين ولا السكه اللي انت ماشي فيها، هنقب على وش الدنيا. مش مصدقني؟ اكتب لك على الحيطان ان احنا هنتوب يا جدع. يا عم غور ونفذ بعيد عن دماغي، وان خلصت يا عم في المصلحه هشتري منك البضاعه وقت. تصدق بالله ان انت عايز سو ولازم اعلم عليك. الله وضع طويل. يبقى اقفل الورشة واسيب المفتاح في اي حتة. شبرو شبرو، هو زيزو لسه ما جاش يا بكرة؟ عاصم باشا، صباح جديد لانك. اتفضل يا سعادة الراي، المعرض نور كله. اتفضل يا راي. كرسي جوه، خش شوف شغلك عطيه. اخلص. حاضر يا سعادة الباشا، أمرني. واضح انك كنت بعيد قوي عن التليفون. الله، مين معايا؟ انت نسيتي صوتي ولا ايه؟
طب بس خلاص خلاص. انا بقى يا ستي لو فتحت شباك البلكونه كده وبصيتي على معرض الشرشابي الاجهزه المنزليه هتلاقي واحد غلبان قاعد مكان الحاج مستني جولييت تحن عليه وتبص له. عامل فيها روميو بقى. بقول لك ايه، ما تيجي ننزل شويه كده لو حتى يعني اتمشى بالعربيه يعني بالبلد كده. الله ماله، انا كان لسه شايف الصبح في الصاله كان كويس. طب هيجي امتى؟ يعني مش هينفع ننزل النهارده. ماشي ماشي يا ست ربنا هانم، طلبات لك اوامر يا باشا. سلام سلام. عطيه أمرني يا سعادة الباشا. يا صباح الفل يا باشا، خيرك مغرقني يا سعادة. مغرق الباشا. ايه اسمع، دول تبعت حد يجيب احلى دستتين جاتوه في البلد. انا يا سعادة الباشا، تشوف حد بيفهم كده عشان يجيب حاجه نظيفه. اقول لك تروح انت. اروح انا يا سعادة الباشا؟ من احلى محلات جاتوه في مصر كلها يا سعادة الباشا. أمرني يا باشا. سلام عليكم. عطيه. ايوه يا باشا، احسن دستتين جاتو قهوة. انا يا عم مستني يا باشا، المحلات كلها تخلص. اخلص. سلام عليكم. ما نشوف قلوبنا. اجه علينا يا رب. منور يا بركة حبيبي الغالي. بقولك ايه يا علي، امور يا ست البنات، هاتلي من اللي بيشربوا الاستاذ ده. بس يبقى متلج. من عناية يا قمر، ولو ان فيه الاحسن. الله يا علي ما تسيبني براحتي. تأمر يا قمر. الا قولي، مش انت برضو تبقى صاحب صالح؟ وانت يا هالة مظبوط؟ تعجبني فيك زكاوتك يا كيمو. حبيبتي. شكرا. قولي بقى، انت ما سافرتش زيه ليه؟ ده جاب التأشيرة يا ابني في يومين اتنين بس. فين بس الفلوس اللي جيب بيها التأشيرة؟ دي بسيطة، انا ممكن اكلم لك صاحب المكتب، اصله معرفة ابويا. ما انا برضو اللي اتصلت بيه ووصيته علشان يسافر صالح بسرعه. مش حكايه بسرعه، المهم الفلوس دي كمان مقدور عليها. انت كده كده هتدفع جزء في الاول والباقي هتبقى تدفعه، هيتخصم يعني من مرتبك. ما هو صالح برضو مسافر كده يا ابني. ازاي بقى؟ ده قايل لي ان هو دفع كاش. ضحك عليك، اسالنا انا، اصل صالح اسراره كلها معايا. الا قول لي، انت تعرف مكان المكتب ولا لا؟ انا اعرف، اصل رحت مع صالح مرتين استعجل التاشيره. حلو. انا بقى لما ابويا يبقى يكلمني من هناك هبقى خليه يكلم صاحبه ده، وساعتها هتيجي معايا المكتب على انك ابن خالي زي ما اتفقنا بالتقسيط. ده انت كده ربنا بعتك ليه؟ اصل انت ما تعرفش صالح وغلاوته عندي وكمان اصحابه. سلام بقى. اتفضل يا علي. حبيبتي. حلو زي الفل. ما تخلي قمر. سلام. سلام يا جميل. سلام يا عيني. شفت دي؟ شفت ايه؟ ده كده بقى بداية اللبش يا بركة. هدينا هنشوف في الاخر. سلام يا علي. سلام يا حبيبي. يا بنت اللذيذة يا مبتدية، ده لسه الحكاية ما بردتش. حاج جميل، قول لي مين يا شرشابي؟ مش عارف. قول لي انت مين يا انديل؟ انا مخي هيشد. اكيد واحد هم براسه فوق ومش همه من اي حاجة وداخل في وسط الالغام. علام. ليه؟ علام ما هو مرضي وزي الفل، وبعدين يعرف مكان الكرتات من ايه؟ يبقى اللي عمل كده واحد من جوه الحكايه، فاهم ايه الموضوع بالظبط؟ هو واحد راسي على جيبه وحطها، لم العده والكرتات والغسالات وخلص كل ده قبل البوليس ما يجي، عشان يجي ما الاقيش اي حاجه موجوده. بس الشخص ده موجود. زيزو. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. حرما يا مولانا. جمعا يا زيزو، تعالى اتفضل. كمان نظفت المخروبه. مش خايف يا رب عفريت الاقلام تهرب منك وتسيبك لوحدك مبحلق في السماء؟ ما انا مولع لهم بخور اهو عشان ما يهربوش. انا برضك لما شفتك خارج من صلاه الجمعه ما صدقتش عينيا. مش كده احسن برضو؟ واحسن سبحان الله، يعني
من الشوايه والمتقلات للجلابيه والطاقيه. انت ناقص تقل دقنك دي شويه وتبقى مولانا رسمي. المهم ما تسكن اليه الروح ويطمئن له القلب. صلاه على النبي العب. تصدق وتؤمن بالله انا جاي اسمع الكلمتين دول وامشي. انا قررت يا صاحبي اغير من حياتي كلها. وماله ايدي على كتفك. انا قررت اللي عاوز امد ايدي واخده بدون تردد. لا حاسب كده تبقى حرامي رسمي وتدور عدتك دي لمؤاخذه يعني شمال. حتى السجاير والحشيش بطلتهم. ماشي بس انا يعني مش فاهم يعني ايه اللي تعوزه تاخده دي. انا عشت حياتي كلها متامل، كل حاجه فكرت فيها وبصيت لها من 100 زاويه، كاني واخد تفويض اشتغل مراقب عن الحياه. حلو البق بس ده يعني لمؤاخذه يعني يخليك تفهم الحياه اكتر وتتعامل. بالعكس لما تفهم كل حاجه ونقضها بتلاقي نفسك واقف وسط دايره مشدود من كل ناحيه، وفجاه تمر السنين وتلاقي اللي ما كانش فاهم ده سبقك وانت لسه واقف تفكر. ربيت دماغك. دي مش دماغي، ديكارت قال حاجه شبه كده. وديكارتر ده مش بتاع امريكا. بس انا صاحبي ما تاخذنيش، هتسيب القصه والكتابه والشعر والكلام ده يعني وتعمل ايه؟ مش هسيبهم، انا هقف معاك في محل ابوك واتعلم منك وما اخدش اجره. من غير اجره ليه يا اخويا؟ انت جيت في وقتك. ننزل ان شاء الله الصبح نجيب بضاعه ونفتح سوا. والشغلانه اللي كانت وراك؟ لا ما انا خلصت المصلحه النهارده قبل الصلاه. مش بقول لك جيت في وقتك؟ وادي يا عم 20 جنيه هم عربون. ورحمه ابويا من ترددهم. انت لاقي تاكل؟ بتورطني انا عشان ما ارجعش في كلامي؟ بصراحه ربنا مش عارف وادي قد ليه انت اقتراح برتاح له في الكلام. بحس كده ان انا معاك عايز ابعبع. بعبع يا صاحبي احنا اخوات. قول لي عملت فلوس كويسه من الشغلانه اللي فاتت؟ سيبك بقى من الشغل والفلوس والكلام ده. طب ما تروح لها. هي مين؟ لبنى. مد ايدك وخد اللي تعوزه، ما تستناش يا حالاتي. لو معاك تمن الشبكه جمد قلبك وروح. ما تقوليش بقى هي صيدله وانت دبلوم. الحب يا زيزو الحب اكبر شهاده في الدنيا ممكن انسان يحصل عليها. ولو ابوها رفض؟ ابوها بيحبك، ولو شاب بنته مقتنع مش هيقدر رافض على طول. ها معاك تمن الشبكه؟ لا ناقص لي 20 جنيه. انت الحق. والله ما هم راجعين. لقيته يا جعور؟ انا قلبت عليه الدنيا وكان ناقص اسعى عليه البلكونات اللي في الشوارع لحد دلوقتي مش لاقيه. يعني هيكون راح فين؟ مش في المخزن ولا هنا ولا هنا؟ الارض اتشقت وبلعته. هقول لك ايه يا سمعة يا صاحبي؟ انا حاسس ان الحكايه دي فيها خبصايه شويه. الشهاده لله الواد ده طول عمره 100 100 وما يعملش اي غلط. اخي احنا مال اهالينا؟ اقول لك ايه؟ ما تعرفيش طريق بيت، وانا يا سيدي اروح اخطف رجلي واروح اسال عليه. اللي يعرف بيته الواد شبرو او الواد بكر. طب دول قالكين فين؟ دول عاملين زي العفاريت ومش عم يطلعوا غير في الليل بس. يا عم في الليل ايه؟ انا لسه متخيل بيهم النص ساعة. اقول لك ايه؟ انا مالي؟ انا رايح عند المعرض خلاص، من سال عليا الشرشابي وقول له ان انا لسه عم ادور. خلاص؟ توكل على الله، طول عمرك زي قلتك. شايف يا شرشابي؟ الواد عامل مكان ازاي؟ زي الفل. ولا اكني في اثر لاي شغلانه، انت عارف حتى عديته خدها معاه. قول لي هو انت اديته كل فلوسه؟ هو خد ثمن الايسيات كلها بالكامل ومن اجرته 2500. ايوه يعني لسه باقي له فلوس؟ لا انت شاغل بالك ليه قوي بالموضوع ده؟ ما تفهمني وتخلصني. الواد ده خلاص بقى كلب القرش، بيجري ورا اي قرش يلاقيه. وبعدين لقى رزقه معاه. ايه اللي يخليه يبيعنا ويسيب الحاجات دي كلها ويمشي؟ لا لا انا اقول لك بقى خفيف، الواد ده عمل نمره عشان يعرفنا انه قادر علينا، ولو ما مسكناش فيه بايدينا واسناننا واخد بالك هيروح يبلغ بقى. لا لا ويفضحنا. لا لا وقول بلاوينا وخش في قضايا وخش في مباحث. لا دماغه ما تروحش لغايه كده، فهمنا انا؟ طب امال الظابط لما جه المخزن ما لقاش اثر لحاجه ازاي؟ دي سهل. اولا انت مفهم والواد واخد خوانه. زمان لما الظابط جه هو كان قافل على نفسه جوه في المخزن. اما الظابط خبط وعملوا له الليله والخمسه بتوعهم دول كان خبى كل حاجه وخلص الدول. الله الله الله. ايه الحلاوه دي؟ انا اول مره اشوفك مد الامان لحد. اقول لك انا بقى ليه؟ اصل كبشه النار مش في ايدك، عارف ليه؟
انا صاحب الليله كلها، المخزن بتاعي والبضاعه بتاعتي لو بالغ انا اللي هلبسها وهشيلها. وانت بقى زعلان من ايه؟ مفيش حاجه عليك طبعا. انت بتقول ايه يا عبيط انت؟ الله، ما اللي يضرك يضرني، وفي نفس الوقت ما انا مضرور في قرشي. قرشك؟ قرشك ايه يا ابو قرش؟ انت بتاخد مكسبك قبل ما تحط فلوسك. ما الغلطة غلطت انا، لو كنت قبل كده جبت ورق وغرستك معايا فيه ما كنتش قلت اللي انت قلته. بعد كده بقى هتكتب ورق. انفض الغباوة دي من دماغك وخلينا نفكر. سيب لي انا موضوع زيزو ده. لا، زيزو ده بتاعنا وانا اللي هاخد حقي معاه. بطريقتك دي هتضيعنا كلنا. ما هو لو مش زيزو يبقى مين يا شرشابي؟ اقول لك انا، سيب لي انا الموضوع ده. لو ليك عنده قرش انا هجيبهولك، وفي نفس الوقت لو حصل اللي بتقوله ده هتتفرج عليه وهو بتزف لابو زعل. ماشي؟ اشجان افتح شباك المطبخ يا اختي، دخان السمك ملى الشقه. خلاص انت جيت الرز، انا خرجت البصل والخضره باكلها جاهز. معلش يا ماما، انا ورين الفوطه عشان نسيت اخدها معايا. طيب يا اخوي اشجان والنبي خش الاوضه هات الفوطه نوريها لعبد العزيز. انت هتقعدي تنادي وتغمري كده زي غفير الدرب؟ يا بنت لمي لسانك وخلصي بقى. فوطه. حاضر حاضر يا ولا، بتجيبها لك اهي. ادي له الفوطه وانا هخلص طنجته. يا بنت ادي له الفوطه ما تخافيش. فوطه. انت مستعجله مرات خالي بيكون ورا مشوار. طب بقول لك ايه، والسمك ده مطي عليه. قومي قومي يا بنت. انت عارفه ما تعرفيش المشوار اللي رايح دوت ولا عارفه وبتستهبلي؟ وده وقته. قومي قومي يا رجل مستعجل. يلا همي. طيب اما وريتك يا بنت غتيبه. حاضر. انا مش فاهم، احنا هناكل السنه الجايه تو ايه؟ لسه بتصطادوا السمك ولا ايه؟ دقيقه واحده ويكون الوكل جاهز. انت طالع بعد الغدا؟ انا ولا طالع ولا نازل، انا هاكل واخش انام عشان انا ما نمتش من امبارح. ربنا ينجحك يا رب. امين يا رب يا رب. هاتي هاتي استنجيت الرز وانا هشوف الوقت. عايز كام يا واد؟ طب وعرفتي ازاي بقى؟ ايه يا واد؟ وانا مش امك يا واد ولا ايه؟ انا بصراحه انا محتاج المره دي فلوس اكتر شويه عشان انا عندي كتب ولازم لازم اشتريها. ما يطلع اخوك من الحمام اطلب منه اللي انت عايزه. لا انا مش هقول له اي حاجه، كفايه اللي هو فيه. انت خدي لي منه 35 جنيه وكده زي الفل. يا عم وليد انت طول ما روحنا ننفذ. وبعدين احنا مش قلنا بقى نبطل حكايه من الكسوف دي؟ مش كسوف والله يا زيزو، بس انا عارف الظروف اللي انت فيها، بس انا برضو عندي حاجات لازم اعملها ولازم اشتري كتب وملازم. الله يعينك يعني، انا هم كلهم ثلاث سنين. ثلاث سنين وهترتاح مني خالص. قدامك كام؟ 50 جنيه شغال معاك ولا عادي؟ ده كده زي الفل. ماشي. تعالى يا وليد. ربنا يخليك في البعض يا وليد. فين الفلوس اللي كانت في الجيب البنطلون ده يا اما؟ لقيتها واقعة على الأرض. حطيتهم تحت المخدة. تقولني بحاجة تاني؟ استني عايزك. خد يا معلم أي خدمة. ما نحرمش منك يا ريس، وكلها ثلاث سنين غير دي وربنا يكرم بعدها إن شاء الله. بقول لك إيه؟ لسه بتذاكر مع الرب بتاع السويس ده؟ آه ليه؟ خلي بالك منه عشان شكله كده بيخدر ومش مركز. آه ما أنا عارف، وبيني وبينك أنا كده أصلاً بفكر أذاكر مع نفسي هنا كده في البيت. لا ما تقطمش معاه على طول، أنا واثق في دماغك. ماشي. انتوا ايه عملتوا ايه في الغدا علشان انا هقع من طولي خلاص؟ انا يا دقيقه واحده. استني بقولك تعالي. السمك على النار. انت عامله مقلي ولا مشوي؟ مقلي. ايه؟ مقلي. مقلي اه. طب بص يا ستي، ده ولا ده؟ كلهم حلوين بس لازم اللبس يليق على المشوار اللي انت رايحه. القيمة عايزه تعرف انا رايح فين؟ ها؟ لا دورها في دماغك ونج. بص يا ستي انا رايح مشوار خصوصي، يعني تقدري تعتبريني مش باين. باين في عينيك، في حسك اللي بيزغلل. البس دول هيبقوا حلوين عليك.
ولا ده؟ لا دول. تمام يبقى ده. انت مالك وقفالي كده ليه؟ كسر عينك تحت. انت لابس لي الفانيلا الحملقت دي. هو حد قال لك اقفي هنا؟ ما انت اللي قلت لي استني. طب روح. بقول لك كده تخش عليا وانا عريان تاني طيب؟ بهزر معاك تعالي. حاجه اخيره بس. ايه رايك في الريحه دي؟ يا بوي بصي 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 عملت معاك ايه بقى؟ يا بوي ما يدلخ بقاش تعها واحده. الله عليكي ده انت جبتيها على بلاطه. ما تيجي معايا احسن بقى. انت عايز مرت خالي تقتلني. عبد العزيز. ايه؟ عبد العزيز. ايوه عايزه ايه؟ البت دي هبله ولا ايه؟ ايوه يا لبنى ايوه كده يا باشا اللي طلبته حضرتك. اتاخرت ليه بقى؟ مش قال لك تروح وتيجي هوا؟ يا باشا النهارده الجمعه والدنيا زحمه. خلاص انت بتحكي قصه حياتك يمشي لك قدرك. طيب يا باشا. اهلا يا حاج. ازيك يا حاج؟ الحمد لله على السلامه. ازيك يا حاج؟ ايه الهديه دي يا باشا؟ عامل ايه؟ عاملين الحمد لله. ايه الهديه؟ كنتوا فين؟ كنا بنعسس في السوق. هتيجي زي ما احنا كده نطلع على كوثر عامله كبده على الفحم وكبد وكلاوي، وبعدين واحنا هناك بقى بالمره نعرف العلبه فيها ايه. يا حاج بس بالك فيها ولا انتوا بالهنا والشفا بقى كده اطلعوا عشان انا حاجه مش هينفع انت فاهم. الحاجه لا بتستناه ده ممكن تعمل لنا مشكله جامده قوي. طب تحب اجي معاك المشوار؟ لا لا انا تمام. انا مشوار اروح انا وكله زي احنا اول ما نخلص اكل هندهلك عشان تيجي بقى نظبط. طيب ده صبره. عايز الهباب ده في ايه يا اخي؟ عايزه في موضوع كده. صباح ابيض متوسط. لسه ما حدش عكرها سيد المعلمين. مش ده عاصم باشا بتاع الشرطه في خدمه الناس كلها؟ طب هزر اروح امك. ايه يا باشا؟ باشا صباح يا ظباطي. راح فين؟ عايز ايه؟ استاذن معاليك بس اروح. يلا يلا تخش. استاذن تعالى. لو انت رايح فين؟ ايه يا باشا؟ تصدق صبره ولا ايه؟ معايا يا باشا. بس معاك انت مين انت اصلا؟ يلا هات خش جوه. ده بقى تعيش وحلاوه يا ابني. طب اكلم ام سميره طيب؟ كلمها يا ابني. رايح فين يا ابني؟ يا هو اي حد يدخل هنا ولا ايه؟ الناس دي نضيف يا دي. روح 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 انضف انضف وتعالى. مش حد عامل معاك اي عوا. انا رقبت ليه؟ لا لا مفيش حد يمسك دي. خلاص يا حاج انا هروح انا. ها؟ روح يا حبيبي مع السلامه. على قديم وكتاب الله يا حاج. ايه اللي شنفط لك مناخيرك كده؟ اصل انا خير الله ما جعله خير يا حاج. كنت نايم متنرفز شويه وبعدين قمت من النوم حسيت ان ضغط عالي فاتمشيت في الريسبشن بتاع الشقه خبطت في مكنه الحلاقه وحصل لي اصابه عمل. اصابه عمل؟ ليه؟ شغال في المصانع الحربيه؟ ولا العيال اللي طالعين في المقدر جديد بيدوك على قفاك؟ مين يا معلم اللي يقدر يديني على قفايا؟ دول كانوا سبع هاجمين عليا من ميدان العتبه و13 نازلين من جبل المقطم وما كانش معايا سلاح. شديت سلسله ضهري وطوعت فيهم الضرب حتى اسال وركبتها تاني. طب وزيزو؟ ماله زيزو؟ عايزينه. ما هو في عبك يا حاج. والفجريه البوكس خده. عليك نور. يعني كنت بتعس بالليل في الشارع زي عوايدك انت وصاحبك اللي بره ده؟ شفته ايه بقى؟ ما هو لو تفهمني بس انت عايز ايه يا سيدي المعلمين تحت امرك. اسمع بقى، اسمع الكلام اللي هقوله لك ده، اتكلم على طول. وبالنسبه لي انا هظبطك لو جيت معايا صح الصح. ماشي يا معلم. صح الصح يعني. كنت انا وبكر بنعس بالليل وفجاه البوكس هجم وفي الظابط عادي. قصر يا شبر وخلصني. خدوه ومشوا. ما تتكلم يا معفن. ما هو بيقول لي قصر يا معلم. ما هو انا لو افهم الفوله فيها ايه كنت هبقى معاك في السليم المعود وجراش الجراج ونو باركنج يا معلم. من ياد اللي جاب البلوس والصينة؟ واحد بيكرهكم. مين ده؟ شارع عبد العزيز كله. لا مؤاخذة يا معلم انا بقول اللي في نياتي يعني ما تاخذنيش. مين ده؟ رد السجون اتكلم. ما هو يا معلم بس لو تقول لي السبوبه اللي متبلغ عنها هكون معاك في السليم المعوج وجراش الجراج ورسيني بقى يا معلم. بقول لك ايه، روح هات لي الواد زيزو من اي مكان هو فيه، من ورشه ابوه، من اي حته، هاتولي وتعال. ماشي يا معلم بس لا مؤاخذة يا حاج يعني محتاجين 20 بلبل اسيبهم للعيال لان انا اللي بعولهم يعني. وعلى ايه؟ منعولهم احنا ومنعول ابوهم على اللي جابوهم كمان. امشي يلا خد بريزه ايه واتكل على الله. ماشي يلا يلا. رضاك علينا يا معلم. سلام عليكم. بعدين يا شرشابي ما بنلهاش هنعمل ايه؟ هيبان وهيتكشف قرارها. اصبر على رزقك يا قنديل.
اهلا اهلا يا عاصف. عامله ايه؟ ازيك يا ابني؟ ازيك يا ضناي؟ خش يا ابني وانت غريب، ده البيت بيتك. امال سناء فين يا حاج؟ سناء؟ هو في حد يقدر يصحي سناء دلوقتي؟ معلش اصل انا كنت عايزها في حاجه ضروري كده، والنبي صحيها لك. صحيها لك. لا والله ضحكتني. عارف لو دخلت اصحيها دلوقتي تهب فيا كده زي البوتاجاز البايظ، عشان كده بسيبها نايمه. كنت يا اخويا تقدر انت عليها، خش صحيها. طب يا حاجه بعد اذنك. اتفضل يا اخويا. تعيش وتجيب يا ابن كريمه. قال يا ما جاب الغراب لامه. سناء سناء اصحى سناء يا بنت اصحي كده. ايه عاصم ابوك بنت يا بنت؟ المراف استعدت دي، تصحي كده لسانك مبرد. في ايه؟ الاجازه اللي انا كنت واخدها عشان اخلص الموضوع اللي اتفقنا عليه، ولا عارف اعمل فيها اي حاجه. موضوع ايه يا اخويا؟ يا بنت انت بتصحي فاقده الذاكره ولا ايه؟ صح. ايه ده، هي الساعه كام؟ الساعه داخله على 2. يا خرابي، وانت رحت لها ولا لسه؟ ولا رحت ولا اتنيلت، انا جبت الجاتوه مش عارف اعمل اي حاجه. يلا بقى ينيلك، اطلع بره عايز اغير، مفيش وقت. طب مش مش بس ما تسيبنيش كتير بقى عشان هم ما تقعدش تاكل قدامي. حاضر يا خولة. يلا يا رب اخلص منك انت ولبنا في يوم واحد يا عاصم. انا عايزاك يا اخويا كده ما بين وقت والتاني تيجي تطل علينا. انت برضه حبيبي وزي ابني. وما كانش في داعي يا اخويا تكلف خاطرك وتجيب جاتوه معاه، الحاج مش حارمنا من حاجه ابدا. لا ما هو برضه زي بيت امي يا حاج. طبعا يا اخويا امك، وانت ابني ضنايا وحبيبي. قول لي بقى، عرفت تصحيها؟ بكمل لبس جوه زي ما انا طالعه، بس يا رب ما تنامش تاني. على الله، خد يا ابني كمل شايك. كان في اصل كلمتين كده محشورين في زوري، قلت اقولهم لك. اتفضلي يا حاج. ابوك يعني ما كانش يصح انه يتجوز جوز نسوانه ويسكنهم فوق بعضيهم، وانت عارف القلق يعني. خليه يطلق امي يا حمار يا حاج. والله يسلم فمك. يلا يما هوينا شويه. عندي كلمتين سر. هوينا؟ جاكي ضربه في لسانك اللي عايز قطعه. اتلمي يا بت على الصبح. اتلميت مش كده؟ بقالك نص ساعه راغيه على ودان الراجل. صدع يا لهوي. وانت بقى بسم الله ما شاء الله متقيفه وعلى فين؟ خارجه طقي. طقي؟ في بنت في الدنيا تقول امها طقي يا ناس؟ يا بنت رايحه فين؟ رايحه مشوار سر مع اخويا. انت مالك؟ مشوار يا سناء. انت هتيجي معايا وخلاص، وهو ده الجاتوه اللي انت جبته لي؟ خلصتيه؟ جاتوه ايه يا اخويا؟ الكريمه بتاعته كانت زفره شويه بس كل اللي يجي منك حلو. ايه الشياكه والحلاوه دي؟ وايه اللي انت شايله في ايدك ده؟ جبت لك 4 كيلو بسبوسه كل كيلو لوحده عشان الخطه يعني. وعم لطفي هنا؟ ايوه هنا. خساره. طب ادخل ادخل باللي انت جايبه ده. يا بابا. أنا شبرو. عارفاك المجرم السوابق. خلص. أنت لا مؤاخذة متجوزة؟ قصك فيه؟ أنت مال أهلك؟ أنا متجوزة ولا لأ؟ يا جعر الحلة أنت. أصل أنا لا مؤاخذة متجوز وعاوز أكمل نص ديني. الله يحيي بناسك، جبر يلمك. طب روح اتسبح وانضف الأول قبل ما تبصبص. إيه الباكابورت اللي طفح علينا ده؟ باكابورت بهي وبقى عيلتك يا رد السجون يا جزمة. عارف لو ما رحتش من هنا دلوقت والله هقطعك بالسكينة دي. في يا بنت بتتخانقي مع مين؟ كش صالح مرت خالي، دول ما بيجوش غير بالجزمه. في ايه يا ابني؟ خير؟ ارضيك يا حاجه نبقى واكلين عيش وملح في البيت ده ونتهزع على بابه كده. انت اللي هزكت نفسك بمياستك ومرجعتك يا بابا. كنا جايين نسال على زيزو يا حاجه، ودي كل الحكايه. قول يا ابني عايز ايه وخلصنا، عايزين نقفل بابنا علينا. طيب بقول لك يا حاجه، لما يجي زيزو قولي له ان المعلم شرشابي والمعلم انديل بيدوروا عليه وعايزينه حالا. حاضر حاضر يا ابني. خلاص سمعنا، قطرة ما يدعكك. يا بنت بالراحة.
طب والسمك بيشمه زي القطط، الرز بيشمه كمان؟ هو انت كل حد يجي يخبط علينا تعملي الهليلة دي؟ انت ناسية ان الفلوس جوا يا مرت خالي، ما تصحي اصحي. اه صحيح، مين دي اللي تصحى يا بنت الهبلة؟ هو ده موقف عم الحاج من أرض الله، فأنا يسعدني ويشرفني أن أطلب إيد بنتك وأحطها في عناية والله. يا عزيزي يا ابني، طلبه ده بالنسبة لي يعني مش مفاجأة. طب الحمد لله. أصل أنا ولبنى يعني متعودين نتكلم مع بعض بمنتهى الصراحة حتى في الحاجات الخاصة دي. يعني حكيت لك؟ حكيت لي بس ما ينفعش. يعني إيه ما ينفعش يا بابا؟ بص يا عبد العزيز، انا اكبر منكم في السن وشفت وقريت وتعلمت حاجات كتير قوي في الدنيا دي. في حاجات يا عبد العزيز لازم الاول الواحد يشوفها ويتعلم منها وبعدين يفكر. حاجات زي ايه يا عم لطفي؟ اقول لك يعني مثلا ولادكم هيقولوا لك ماما بتشتغل دكتورة، انت بتشتغل ايه؟ صحابكم ومعارفكم وجيرانكم لما يجتمعوا في قاعدة ولا مناسبة كل واحد هيقعد يتكلم في شغله هو حقق ايه وعمل ايه، انت ساعتها هتحس بالاحراج، هتحس ان كان جواك جرح مش قادر تتمسه بايدك. يا واد اصبر شويه بالراحه، ابوك هيشوفنا ويقعد يسال فينا 30 سؤال. والله اقدرك يا بنت، انت اقعدي ساكته، انا حرانه مرتبك على فكره، مش عارف اعمل ايه. ايه مرتبك دي؟ ما تفرد لي نفسك وتعمل لي فيها راجل. يلا بينا. لا تفلح يا عاصم بشروط اختك القرشانة، بنت القرشانة دي. بس صدقني اهي، لو فلحت ولا فلحت الموضوع. بتقول حاجة يا حاج؟ بتقول ايه انت كمان؟ انت مالك؟ الله، بهب اللسعة، اتجننت يا عطية ولا انت عايز حتى شافع انت كمان؟ لا يا حاج، شرطة تاخدكم انت وكل صبيان. حقك على الله. حاضر يا حاج. بس انا يا عم لطفي مش هفضل زي ما انا كده محلك سر، انا بدات اتاجر واكسب وان شاء الله بكره تبقى فخور بيا. بكره امي واخواتي واهلي ولبنى والدنيا دي كلها تشاور عليا. انا ما قلتلكش الا مسكت قرش، وقرش محترم كمان، اقدر افتح بيت واتجوز واجيب شبكه واعمل احسن فرح. ايوه بس مش بنتي، لان الفرق بينك وبين بنتي مش فلوسه بس، يبقى قصدك التعليم. يا عبد العزيز التعليم مش مجرد شهاده وظيفه، لا التعليم ثقافة، فهم، قراية، انت فاهمني؟ يعني انت لازم تشوف الدنيا بشكل تاني خالص. فهمتك يا عم لطفي. استنى يا زيزو، ولو انا قلتلك ان كل الكلام ده مش فارق معايا؟ هقولك اللي انت شايفاه صح. اعملي خلاص يا عم لطفي، حضرتك اديتني درس عمري ما هنساه. فجأة وحشة ولا ايه؟ ازيك يا عاصم؟ عروسة حبيبة قلبي، لو هتسيبي عاصم برا فأنا هدخل. ازيك يا عم لطفي؟ أنا هنا عاصم يا ابني، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ اتفضل. ايه اللي جاب الكهربائي هنا يا عم لطفي؟ حاجة بايظة ولا ايه؟ طيب استأذن أنا يا عم لطفي. أحسن برضه عشان نعرف نتكلم. خليني مستحمل رزالتك دي لما أشوف هي آخرتها. بتقول الكلام ده لمين؟ اروح امك. ما اقوله ليك ولاهلك كل اللي اتشدد لك كمان. انت بتعمل كده مع مين يا دي؟ حط الشارع بره. بس يا عم رجعت اطلع بره. انا هفرج عليك الشارع بحديث كله. اطلع يا اطلع يا ايه انا هفرج عليك الشارع كله. انزل يا ناس. الحقوا زيزو بيتخانق في شارع عبد العزيز مع ظابط والناس ملمومين عليه وهيقطعوه. يا مراري خدني عند الله خليه. يا بنت الاشكال فين؟ يا بنت خالد فين؟ Thank you.
يا شهيدك يا شهيدك اسعاف يا جدعان اسعاف يا جدعان اشجان ردي عليا يا اشجان معلش يا اشجان يا اختي ان شاء الله حتمي بالسلامه زيزو انا عايزك تنزل الاستقبال تشوف دراعك ده لا يكون اتكسر ولا حاجه اشجان اتضربت بالنار بدال يا لبنى المفروض انا اكون مكانها دلوقتي بعد الشر عليك ما تنزل صحيح تبص على الدكتور ويشوفك مالك سيبوني في حالي بقى سلامتك سلامتك يا ضنايا شرشاب اعمل حاجه الوضع هيتعمل لنا ما تجننيش يا كريم ايه نعي روح معانا المستشفى عشان نطمن عليه يا بابا كويس ومش محتاج مستشفى الله ده ابن السكينه سرقان انا كل اللي عايزكم تعملوه تجيبوا لي الواد الكلب ده هنا وخلص عليه ده بالله يا عاصم نروح مستشفى الاول نطمن عليه ممكن تسيبوني كلكم وتطلعوا بره يا ابني يا ابني بس بنروح نعمل شويه اشعات ونعرف ان مفيش نزيف ولا حاجه يا بابا انا كل اللي عايزكم تعملوا ده يا عاصم باشا هم عايزين يطمنوا على حضرتك وبعد كده اعمل اللي انت عايز تعمله يلا يا ابني هنا يلا اخويا انزل استناني تحت حاضر يا معلم حاضر يا معلم حاضر يا معلم عشان خاطر امك حبيبتك والنبي تروح المستشفى يا عم النبي شابي ها عايز كلمتين شايف نشوفيه الدماغ يا قنديل بطل دوشه بقى واسمعني قول اهم حاجه ناخد الواد نوديه المستشفى ممكن الواد يطلع عنده كسر يطلع عنده نزيف داخلي هم عملوا له محضر في المستشفى هنقول ايه مالكش دعوه ليه حل حل ايه بس الله احنا هنحل ايه ولا ايه الواد زيزو معاه الطبنجه بتاعتي قربته الرصاصه في جسمه هتحل ايه ولا ايه هيعمل لنا محضر ويبهدلنا يا سيدي واحده واحده الاول المستشفى وبعد كده هنتصرف في الباقي خلاص يلا طب اقنعه بس الاول ننزل معاه حاضر تعال يا ابني استهدى بالله واسمعني تروح المستشفى يا عاصم ما انا قلت لا بقى ما تسيبوني بقى يا ما في ايه اهدى بالله اهدى يا عاصم اهدى بقول لك ايه انا مش هينفع اروح المستشفى دي خالص لازم اروح مستشفى تبع الشرطه عشان يحصل تقرير حكومي ما هو ده اللي مش عايزينه يحصل عارف ليه مش عايز اعرف يابا الواد ده يجي هنا ما انا قلت لك الله يا ابني اهبط شويه بقى ما يهمكش دلوقتي ايه اللي حصل وتجيب مين والواد الكلب ودوشه الدماغ دي الواد ده الداخليه كلها هتتقلب عليه وهيجي من تحت قطيع الارض يا ابني هتقول لهم ايه في الداخليه ضربت واحدة بمسدس مش مرخص عشان توديني في داهية وتضيع مستقبلك عشان كده عايز اوديك مستشفى خصوصي بتاعت واحد صاحبي بدل ما نخش في محاضر واللازم منه ولما اروح بقى برابطه مكسورة ايه اللي هيحصل يا سلام عملت حادثة بالعربية عربية خبطتك ومعرفتش تاخد نمرتها ايوه يا عاصم ايوه حبيبي وبعدين الواد ده مش هيروح له قريبته اتضربت بالنار دي مش هيروح يعمل في مستشفى حكومي محضر هو كمان الواد ايه بقى الواد ايه الواد ده هتجيبه بعد خلاص يا ابني استهدى بالله واسمعني تروح المستشفى عشان خاطر امك يا ابني اسمع اللي بقولك عليه افهمني ضربت واحده بالنار بمسدس مش مرخ شارع عبد العزيز كله اتفرج عليه البوليس بح بتصعبه علينا ليه؟ اهدى بالله يا شرشابي كل حاجه ليها حل حل ايه بس وبتاع ايه؟ دي كانت مدعكه يا جدعان وتذكر في كتب الشقاوه اهدى بقى يا سي زفت انت هو خلينا نشوف مصالحنا احنا ايه الحكايه بقى وايه السبب عشان انا لغايه دلوقتي مانيش فاهم بنت لطفي يا سيدي ايه ده الدكتوره هي السبب في ال معقوله هي الدكتوره السبب في الحكايه ايوه الدكتوره هي السبب في ال ده الواد يا عم انت هو نشوف التليفونات الو ايوه يا حاج تمام يا حاج لا طالع لك يا حاج على طول سلام يا معلمي
خليك شاف عيني معاك. يلا يا حضرات نطلع عشان خاطر باين عليه وافق انه يروح المستشفى. اتفضلوا اتفضل انت واحنا هناخد بالنا من المعرض. خد يلا يا اخويا. معرض ايه يا عم الحاج ده؟ محل اكل عيش. يلا معوره خلي بالك من المحل. اللي حصل يا دلال؟ اشجان دلال ايه؟ ما تخافيش يا ام، حصل خير. خير؟ خير هيجي منين بس؟ اخوك بيقول انها اتضربت بالنار. ده كلام تقوله يا ابني انت؟ ما هو إدارة المستشفى هي اللي قالت لها كده. هي عملت العملية ولا بس؟ عملت العملية. يا لهوي، هي حصلت عمليات كمان؟ أقول لأهلها إيه؟ وطي صوتك يا أمة. طب لو خدوا خبر مش هيسكتوا. دي بتأخر بدالك يا زيزو. يا لهوي يا أمي، أستر يا رب، أستر يا رب. ودي كمان إدارة المستشفى قالت لها؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أنا عبد العزيز عبد الرحيم. أيوة بيه. أنت اللي دخلت الحالة دي المستشفى؟ أيوة بيه. متهيألي كده اطمنت على حالك، ممكن تيجي معانا من المعمل. طيب التقرير الطبي وصل؟ بلغونا انه بينكتب ونازل حالا. اتفضل. ماشي ماشي. انا هنزل مع زيزو تحت يا عم. معلش يا حاج، هدي نفسك ان شاء الله خير. شكله حلو قوي. اتكل على الله يا حاج، ريحه شاتو المحل شكله هيولع. الله يسهلك يابا. بتقول التلفزيون ده يا حاج؟ الله يسهلك يابا. بعد الفيلم يابا، بعد الفيلم. ايه ده؟ فيلم ايه ده؟ قول حسابك يا جدعان. حساب مين يا واد؟ حساب مع المعلم بكرو. بكرو؟ اه نص. وحياه امك حاسبني. ليك حساب؟ ايوه يا عم. حسابك كام؟ 17 جنيه. عند المعلم عطيه. بقول لك بص، انا هقول لك حاجه واحده، مهما كنت كبير فالله اكبر. انت شفت الفيلم ده قبل كده جعوره؟ اصل ده الفيلم بتاع شيبوبو هفله اللي شفته زمان في الدجعه عندنا. يا ابن هبله. وبعدين معاكوا بقى؟ ها؟ خلصونا بقى حضرات. جرام عطيه، انت كل ما تشوفنا تحسسنا ان احنا ولود الوزة السودا. لا يا عم الحاج، ولا نحسسكم ولا غيره، ده محل اكل عيش. يا عم عارفين محل اكل عيش ولا قلت لك انه دولاب؟ طيب اتفضلوا بقى عشان خاطر الدنيا تمشي يا اخوانا. يلا بكرو. على فين يا اسطى؟ بقول لك يا عطيه سعيد، اتفضل اتفضل اتفضل. اللي صحيح ان انت كنت بتعمل ايه امبارح في ميدان العتبة؟ مداد ايه؟ مداد العتبة. ايه يعني بعمل ايه في مداد العتبة؟ يعني مش فاهم. بركب من هناك عشان مروح. اه بس لمؤاخذة يعني الموقف بتاع الاتوبيس بتاعك بعيد عن السنترال يعني. بعيد عن ايه؟ بعيد عن السنترال. اه بعيد عن السنترال، بس كنت بقضي مصلحة يا اخوانا. في ايه يعني؟ حلوة المصلحة دي يا عطية، كده يبقى في السليم المعوج وجراش الجراش ونو باركنج يا معلم. اتفضل يا معلم عطية شوف شغلك. طب اتفضلوا يا حضرات والنبي تهونا. اعلي شوية والنبي. اعلي ايه يا عم الحاج؟ يا شابر وخد بكر والنبي. وانت يا عم الحاج ما تقوم، خلينا نشوف اكل عيش. ما سيبني احضر الفيلم عادي. خلاص يلا يا بكر. يا عم نروح على قهوة مصر نضرب حجرين شيشة ونفهم الدنيا عايزة مننا ايه وحاجات كده يعني. حاجاتكم كده يعني. بقول لك كده بكر، اقرش معايا كده، ما تعرفش مين اللي بلغ عن مخزن المعلم قنديل؟ يابا عارف طبعا. ايه ده عارف يابا؟ انت فاكر ده عبيط ولا ايه؟ يعني؟ انت متفاجئني ياض؟ قول لي ياض مين؟ بس لو تعرف انت تقول لي هما بيعملوا ايه لمين؟ اقول لك انا مين بلغ على مين. يلا يا ابو يلا يا ابو يلا. بالراحه عليا يا عمنا. الليله بتاعت مكوه البخار دي كانت بتلعب في 15,000. ايه اللي بدل الاوضاع؟ يا سيدي يا سيدي، لو كبير عليك سيبني لما اعلق على حاجه على القد وبعدين اقول لك. والله من ناحيه كبيره يا كبيره يعني 75,000 مش معايا دلوقتي. يا سيدي ما تشوف شريكك يشيل معاك. ما انا بتكلم علي انا وشريكي. بقول لك حاجه، تدينا التلت لما ربك يرزق ونبيعها. وحياه ولادي واولادك تخسرني لو قطعتها. فلوسك دي، فلوسك دي في شغل الاستثمار ولا في شغل النيله الاستيراد ولا ليها لازمه، مجرد ملاليم. دبر نفسك يا اخويا، دبر نفسك. صعبان عليا تروح لحد غيرك ما تبقاش من نصيبك. قرشها حلو كويس سريع. قلت ايه؟ ما انا مش قادر اقول لك اصبر عليا لحد ما ادبر نفسي. مفيش، انا عارف البير وغطاه. يبقى خلاص بقى نتقابل في حاجه كده يكون فلوسها قريبه من دي شويتين. اصبر بس كده لحد ما ادورها في دماغي. اسمع، انت فاضل لك كام يوم وتستلمها؟ هستلمها كمان 4-5 ايام. وانت عارف السوق ما ينفعش ان انا ادفع فلوس عشان تخزين وتشوين وتحميل وفي الاخر ابيعها مقطعه ولا اقطعها. بص انا اقول لك على حاجه، اي حاجه هصرفها هتبقى زياده في التكلفه. انت نفسك مش هترضى تاخدها مني لما اغليها عليك عشان اغطي نفسي. ماشي يا عمنا، على قولك. نخليها بقى في حاجه قريبه عن كده. على خيره الله، بس زي ما احنا دايما متفقين مع بعض ولا كلمه. و
ولا كأني سمعت حاجة. تمام واخد بالك. السلام عليكم عمنا. ألف سلامة حاج. الله يسلمك. يلا تبقى بقك وتقسم لغيرك. كبدي عليك يا بنتي، ربنا يقومك بالسلامة يا رب. كلها ساعة وتفوق إن شاء الله. اسمع من بقك ربنا. وزيزو اتأخر كده ليه؟ أنت عارفة بقى المحضر وقبل الأقوال اللي ياخدوها من الحاجات دي بتاخد وقت. قولي لي لبنى يا بنتي، إيه سبب العركة؟ أنا كل ما بسألك تقولي لي كلمتين وتسكتي. هقول لك إيه بس، هو زيزو جاي يخطبني وعاصم أخته طبوا بقى وحصل اللي حصل. لبنى عايزينك تحت عشان ياخدوا أقوالك. هو زيزو خلص؟ آه خدوا أقوال هو وسناء، ولما اسمك جه طلبوك عشان يضم أقوالك للمعهد. طيب ماشي، أنا مضطرة أنزل بقى، مش هينفع أرجع عشان تأخرت. طيب ماشي، مع السلامة. ايه يا عاملة ايه دلوقتي؟ زي ما هي يا ابني. استر يا رب استر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مش برضو اوضة بنت عمة زيزو؟ ايوه يا اخويا. هي فقت ولا لسه؟ لسه يا اخويا، زي ما انت شايف. ما كانش ليها لزوم الهدية دي. لا ما تقوليش كده، ده اقل واجب الواحد يعمله. ما فين زيزو؟ بياخدوا اقواله تحت. طب ما تيجي توصلني بيه. اتفضل. اتفضل يا نور سامح باذنك. فلوس دي بتاعت ايه دي؟ ما تقوليش بس كده، عيب. ده اقل حاجه يعني، ده زيزو ده زي ابني بالظبط. السلام عليكم. اهلا بسيد المعلم. ابن حلال لسه كنت نازل لك. بقول لك ايه؟ عايزين نتكلم في اي حته كده، نتكلم كلمتين مع بعض. وانا مش هتحرك من هنا غير لما البنت تفوق. يا عم ربنا فوقنا كلنا. عايزك في كلمتين وهمشيك بسرعه. يلا بس تعال. ماشي تعال نشوف اخرتها. خليك انت جنبهم يا وليد. ماشي. بس عارف طلعت دكر وعصبك ناشف وطحنته اخر طحن. جات اكتر من رايحات يا انديل. انديل؟ ايه انديل دي؟ بلعب معاك في الحاره؟ اسمع يا عم انديل، ده انا قد ابوك يا ابني. ابويا كان راجل شريف واكلها بشقاه، لكن انت وصاحبك بقى. ماشي ماشي هستحملك للاخر، كمل. قصدك ان مكسور العين ما قداموش غير طولة البال. مين اللي مكسور العين؟ انت فاكرني جاي اترجاك ولا ايه؟ اه جاي تترجاني. محضر الكتب خلاص وقلت في كل حاجه. شايف ده؟ هسلمه للنيابه. عليه بصمات المحروس وابوه. خلينا بقى ماشيين في المشوار لحد اخره، لحد ما الباشا بعون الله يترفد. طب واللي يجيب لك حقك من غير قضايا ولا محاضر يا عم زيزو تعمل ايه؟ اللي يجيب حقي وحق بنت عمتي المحكمه يا انديل. روح بقى قول لصاحبك ان خلاص بطلت اطاطي والم المتكسر، ومن هنا ورايح ههم براسي لفوق لفوق قوي غصب عنك وعنه وعن الدنيا دي كلها. يا ابن الناس علم ما ودي، واللي عازم انت عمتك هيجي لها لغايه عندها. ما انا قلت لك والغلبانه دمها بينزل على الاسفلت. ليه 10,000 جنيه بقيت حساب شغلي ولسه. شغلك اللي كنت ناوي تخربه بايدك ورحت بلغت عننا. اهو انت كده بقى ناوي تسوق الهبل على الشيطانه. انت اللي سايق الشيطانه على الصياعه عزيزو. رحت المخزن وخربته. لميت العده والكارتات ورحت بلغت عننا وشرشابي عشان تبين لنا ان انت اقوى مننا. مش دي اخلاقي يا انديل. بس اللي زيك دماغه ما تجيبش احسن من كده. محدش في الشارع كله يعرف حكايه الكارتات والغسالات اللي انت يا ابني. ما تلوعنيش بقى. انا ما بلوعكش. انا وانت والشرشابي وعطيه وشافع وجعور وكل رجالتكم عارفين. في الاول قلت لي ما انتش عايز الشرشابي يعرف وطلع شريكك. ماشي ده مش موضوعنا. انت قلت خلاص الواد قرب يخلص المصلحه نفرمه كارت ونحرقه على الترابيزه زي ابوه. لكن ورحمة ابويا ما هيحصل وهتشوف. حقي هاخده 10,000 جنيه وال 15 بتوع ابويا. لا دي بقى مش فاهمه، ايه ال 15,000 بقى بتوع ابوك دول؟ البضاعة اللي اتسرقت ووصل الأمانة وبكر وشبره. أهي دي بقى قضية تانية ومضمونة وعندي الدليل.
بس اوانها لسه ما جاش. لكن موت ابويا بحصرته ودم بنت عمتي ليهم حساب تاني يا قنديل. يا ابني انت ماشي في سكه في ناس قبلك جربوها، سكه اللي يروح ما يرجعش. وماله، خلينا نجرب سكه اللي ما يرجعش على ايدك يا قنديل. يا فييس يا لهوي، ذاك القرف بتقفل لي كل شيء يا زيزو. ماشي ماشي قوي، وحياه امي للبخك. الحمد لله على السلامه يا دكتوره. اتفضلي صدعيني انت وهي بس بسرعه عشان مش فاضيه لكم. لا هو انت لسه ما تهديتيش بعد الفضايح اللي شافها شارع عبد العزيز كله. انت اخر واحده تتكلم عن الفضايح يا زباله، انت فاهمه ولا لا؟ ايه ده ايه ده ايه ده، بالراحه على نفسك شويه. مش كفايه المصيبه اللي عملها اخوكي وهرب زي الاندال، ولحد دلوقتي احنا مش عايزين ناذيه. اللي عايزه تعمليه اعملي، روحي بقى بلغي، ارفعي قضيه، خدي اختك الزباله دي وانزلي بضحيه في الشارع، لكن تيجي هنا وتفتحي بقك لا، انت فاهمه؟ يا جماعه كفاياكم فضايح، تعبتونا. طب والله العظيم ما هسيبه، ولازم اخرج بيته بره زي ما دبرني وهرب. اعملي اللي تعمليه. ماشي يلا يا بابا، يلا دول ناس زباله. عاجبك كده يا وش المصايب قلت لنا كلام التهذيب؟ هقول ايه؟ منك لله. اتفضلي اديني مصايب اهو كده. يا بنتي فهميني سبب الخناقه اللي بره دي ايه؟ عادي يا بابا ما يهمكش، اصلا دول ناس تخاف ما تختشيش، لو جم تاني بقى هزقهم واقفل الباب. الله. طب استني فهميني، كنت بتعملي ايه في المستشفى؟ حصل ايه؟ بس انا عايز اقول لك ان انا خلاص جبت قرار. ايه اللي انت بتقوليه ده يا بت؟ انا رحت المكتب اللي جاب له التاشيره وجبت تليفون وعنوان الشركه اللي بيشتغل فيها بره، بس وديني ما انا سايباه. يا اما بقى هيعمل اللي في دماغي يا هينزل مصر هنا افايق قمر عيش وهسجنه هنا كمان. يا بنتي مش بتقولي انك حامل؟ يا احسان انا مش حامل، انا كنت بس بقول لهم كده عشان اخوفهم. بس بيني وبينك لو حكمت ان شاء الله حتى اجيب لهم عيل بعد 9 شهور ابن حرام واقول لهم ده ابنكم كمان. واحنا بقى نقعد نستنى انا وابوكي 9 شهور في الفضايح اللي انت عاملاها لنا دي؟ كاتب القرف. بس الحمد لله. يعني فقت من البنج؟ لا لسه، بس الدكاتره طمنونا عليها. المشكله بقى في المحضر اللي اتعمل، وكان لازم اقول فيه كل اللي انا شفته. يوه ليه بس كده يا لبنى؟ هعمل ايه بس يعني يا بابا؟ ما الراجل سالني وكان لازم ارد عليه. اي نعم يعني كل اللي قلته ضد عاصم وابوه، بس بصراحه بقى يستاهلوا، عشان حاسين ان ارواح الناس ملهاش قيمه. وبعدين يا لبنى؟ وبعدين في ايه؟ في العيشه اللي احنا عايشينها هنا في عبد العزيز، والبيت اللي انا ورثته من ابويا الله يرحمه، وعشت فيه طول عمري بشرفي وكرامتي. بقيت حاسس بالغربه في البيت والشارع، الناس بتبص لك كاني عامل عامله ولازم اتدرى منها. معلش يا بابا، مكتوب مكتوب يطلع لك ابن زي صالح، مستهتر وواطي في كل تصرفاته، حتى ما فكرش يتصل بيك يقول لك شكرا على تذكره السفر والتاشيره اللي انت عملتهم. انا لا عايز يشكرني ولا حاجه خالص، انا عايز يجي يشوف حل لبنتي دي عشان نلحق نلم الفضيحه. انا عارفه هي بتفكر في ايه. تعمل ايه؟ تفكر تعرف فين مكان شغله وتكلمه هناك وتأذيه، يعني تفضل تزن عليه لحد ما يجي لها. بصراحة بقى يعني يا ريت تعمل كده عشان بقى يلم نفسه ويشوف حل في اللي هو عمله ده. حتى لو كان بريء زي ما بيقول يا لبنى، حتى لو كان بريء والبنت دي غلطت وعملت الحكاية دي مع حد غيره، ليه هو يجي يدخل؟ استغفر الله العظيم يا رب، أنا بقول إيه؟ بس بصراحة بقى يعني هو يستاهل عشان هو مستهتر وسافل وواطي أساسا. معلش أنا آسفة يا بابا، أنا آسفة. مش قصدي والله. طب اهدي اهدي بس، تعالي بقى نشوف لنا لقمه ناكلها لحسن. انا حاسس ان السكر عندي واطي وجسمي كله بترعش. سامحني، كل اللي حصل النهارده ده محتاجين نفكر فيه تاني بهدوء. وانت كمان سامحيني انت وعبد العزيز، يعني على الطريقه اللي كلمتكم بيها، لكن الراي نفسه بقى لسه زي ما هو، صح؟ يا بنتي أنا زي أي أب بدور على مصلحة بنتي، لو ليك رأي تاني نتناقش. ما بقاش فيها تفكير، شكل زيزو هو بيتخانق مع عاصم النهارده يا بابا، حسيت إنه بقى واحد تاني خالص أنا معرفوش. أنا السبب طريقتي معاه في الكلام عصبته، عشان كده لما شاف عاصم قدام منه بيتعنطز عليه وما قدرش يمسك اعصابه. بقول لك ايه، ما
بتقومي بقى ندور على اي حاجه ناكلها، وبعدين احكي لي حصل ايه في المستشفى. حلو. اديني سمعت كلامك اهو، روحت مستشفى وين عليك؟ فين بقى انت ورجالتك اللي مالين الشارع دول؟ مش هتجيبولي الواد ده ولا ايه؟ خلاص بقى يا اخي، هجيبهولك وهيتضرب على دماغه، بس المهم ان احنا دلوقتي اطمنا عليك اشعه وكله تمام. يا ساتر يا رب على الافتراء يا رب. بقى بعد ما ضربتهم بالنار بتقول ان لسه ليك حق؟ اتكتم يا بنت وانزلي عند امك يلا. ايه يا ابو النوق؟ بس يا بنت سيبيها بصلني حد ورا كده تخفى في داهيه. داهيه؟ تصدق ان اخد خدمه الغز علقه؟ بقى يا بنت تسيب اخوكي بيرمي وتنط في عربيه الاسعاف معاهم؟ الحق عليا، مش هروح اشوف ايه اللي بيحصل واجي اقول لكم عشان تخلي بالكم من وعيدكم السودا دي؟ ما انت ما تجيش اخبار غزاية وشك. تعالى طب ابقى روح اسال ابوك بقى يا اخويا، هتطلعوا ازاي من الوقعه السودا اللي انتوا وقعتوا فيها دي؟ صدقني ده بيت، انا هجيب طبنجه واطخك انت والوليه دي وامك كمان. يلا يا كريم وصليه وصليه. معلش يا كريم. قول لي. رحت له؟ ايوه يا سيدي. زي ما رحت زي ما جيت. يعني ايه؟ الواد كتب محضر بيتهمك انت وابنك ان انتوا كنتوا عايزين تقتلوه، وان الطلقه اللي خرجت من المسدس هو اللي كان مقصود بيها مش حد تاني. ملهاش حل بقى غير ان احنا نخرس لسنه كل الناس اللي شافت العركه دي. يا عم انت بتتكلم اي كلام، مش تتكلم بالعقل. يعني ايه؟ يعني اسيب ابني يروح مني؟ اعمل ايه؟ اسيبه يضيع مني؟ طب ما عرضتش عليه فلوس؟ سبت الام باكو واتكلمت معاه، هو دماغه الف سيف ان هو مش هيتنازل. ده انت كمان ما تعرفش عمل ايه، جايب المسدس وحطه في كيس وبقول هروح اديه النيابه. يبقى احنا لازم نخلص منه. اقول لك على حاجه، جو الواد هو اللي هيخلص لك الموضوع. عايز 15000 باكو. 15000 باكو؟ واضمن منين انه ما يرجعش تاني لعيب؟ طب ما احنا ممكن نشوف حد ياخد هو ال 15000 باكو والموضوع يتدفع. تفتكر يا انديل مين اللي ممكن يعمل كده؟ اقول لك انا مين. مين؟ زيدان الدوري. يا نهار اسود، يعني البنت دي ضربت بالنار؟ لا يا باشا، دي كانت خناقه كده في الشارع يعني. امال احنا جايين لحضرتك ليه بقى؟ المجني عليها دي ظروفها ايه بقى؟ ده انت قصدك ساعتك يعني بنت ناس؟ دول غلابه قوي يا باشا، دي قريبه الواد اللي انت طلعته من الاسم ديك النهار. ابنك تحول على النيابه ولا لسه؟ لا يا باشا، نيابه ايه؟ لو نيابه كان راح فيها نوعين في عرض حضرتك عشان كده. انتوا مش بتقولوا ان هي قريبه الواد اللي غفير عندك ده يا انديل؟ ايوه. ما تعرضوه وتخليه يتنازل. يا باشا يا ريت، واحنا كنا جينا حاولنا معاه بيه ومش راضي. ما هو ما اخبيش عليكم، لو الواد ده ما اتنازلش على المحضر هنخش في متاهات ملهاش اي لازمه خالص. يتنازل يا باشا بس حد يكلمه. انا يا سيدي هكلمه، هو فين دلوقتي؟ قاعد جنبها في المستشفى. طيب الاول نكلم المستشفى عشان ناخر المحضر ما يروحش النيابه، لغايه لما اشوف الواد ده واتكلم معاه. ولو عايزين تنجزوا صحيح، حد فيكم يروح يخطفه ويجيبه، اتكلم معاه قبل ما امشي. والله يا باشا انا مستعد اروح اجيبه يا باشا. يلا. يا عم خنقتني بقى، ده سابع حجر حفت ولعه وانا سايبك من سكان كده. بنت لبتها يا معلم، بس انا مش عارف اعمل بيها ايه. بنت لبتها يبقى تاكلها على طول يا بنت لبتها، بس مش ليا انا. يبقى اقول له اكلها لغايه ما اجيبها. يا جدع اصبر بقى وخليني اقفش دماغي عشان اقول لك. طب اهو يا عم، قول يا عم اهو. اسمع اسمع اهو يا جدع، اسكت اسكت، احنا قاعدين في قهوه. عطيه كان في السنترال ليلتها بيعمل ايه؟ سنترال؟ سنترال ايه بقى؟ بتتصل بالتليفون. حلو قوي، بيتصل بمين؟ هيكون بيتصل بمين يعني؟ بالتليفون. حلو قوي، التليفون التاني ده بتاع مين؟ يا عم انت اتسطلت ولا ايه؟ بقى التليفونات كلها بتاعت الحكومه. اموت في دماغك اللي بتنطق عسل. عسل ايه؟ وانا مش حاسس باي نحله يعني. لانك راضع زباله. اسمع، عطيه هو اللي بلغ الحكومه عن انديل وزيزو يا معلم. عن انديل وزيزو يا معلم؟ مش وقته بلغ عنهم ليه؟ عشان يتمسكوا. حلو قوي، يتمسكوا بايه؟ دي بقى نسال فيها فتيح. اموت في دماغك والشجره اللي طالعه منها ديت.
يا عم ايه الكلام العجيب ده؟ طب ولما عطيه هو اللي بلغ عن عدين والشرشابي، امال ليه جابوك يقرروك عن اللي بلغ واللي خبص؟ طب ايه رايك يا بكر نروح للشرشابي ونقول له ان عطيه هو اللي بلغ؟ لا يا معلم. طب ايه رايك بقى نروح لعبدين ربطه يكون الشرشابي هو اللي بعت عطيه يبلغ؟ كده كتير عليا، كده كتير عليا. انت وصلت لاختراع الجاموسه اللي بالكهرباء يا معلم. طب انا اخترعتها، تعرفش انت تحبلها او تعمل لنا كوبايه شاي باللبن؟ كده انت بدات تخبص وتخنقني وهروشك. حاسب الواد نصر وحصني. ولا يا نصر. ايه يا عم ايه؟ جالك يوم. ايه؟ هحاسبك. وحياة امك. حسابنا كام؟ حسابنا 3 جنيه ماشي. طب معاك فكه بريزه؟ فكه بريزه ايه يا عم؟ دي معزه قايمه ومعزه نايمه، انا معيش غير 5 جنيه. 5 جنيه؟ اه. خلي 2 جنيه عشانك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. يا ماما قومي تتوكلي على الله يا رب. لا يا ابني روح انت مع وليد وانا حبيت معاك. ما تبقي بس تقلقيش، انا هنام هنا على الكرسي ده مكانك لحد الصبح. طيب يا ابني اللي تشوفه. يلا يا وليد. وانتوا مروحين خدوا تاكسي واقفلوا الباب عليكم من جوه كويس. وانت يا وليد مفيش مذاكره بره النهارده. تقلقش خلي بالك انت على نفسك. بقول لك يا زيزو مش واجب برضه نبلغ اهلها في البلد؟ انا قلبي واكلني وخايفه يحصل لها حاجه كده ولا كده. لا لا هيجوا لنا بقى وجايبين سلاح ويعملوا اطار والموضوع هيكبر. الموضوع كبير كده ولا كده يا ابني؟ ربنا يجيب العوا ويسلمك. لا لا يا وليد خلي بالك من امك. أنا متأكد إنك سمعاني عشان أنا بتكلم من قلبي. بتبقى جنب واحد زيكم ما يحسش بيها يبقى حمار وغبي وقلبه ميت. سامحيني، أنت ما تستاهليش كل اللي حصل لك ده، وأنا السبب. الله تسلم يا سيد الناس. ان شاء الله. الدكتور قال مفيش اكل ولا شرب الا بعد ساعتين. الله يسامحك يا بنت عزيز، تحب على يدي عشان عارف اني مش عارفه اشدها منك. تحب على يدك وعلى راسك وعلى رجلك كمان. ربنا يعزك يا سيد الناس، هتحملني ذنب وعر قوي. الذنب ذنب يا جيجان، مش كل اللي حصل لك ده كان من تحت راسي وانا السبب فيه. حصل ايه بس؟ كانوا عايزين يضربوني بالنار وانت وقفتي قدامي وفديتيني. فداك الف رشاش عندنا في البلد لما بنلاقيش لب بنكسكسوه بنكركش الطلقتين. الظاهر ان البنج ده عمل لك دماغ عاليه قوي. قولي هو العروسة اللي كنت رايح لها هي سبب العركة دي؟ العروسة دي مش نصيبي يا أشجان. تعرف الغيب يا والله العظيم من نصيبك يا عبد العزيز، بس اللي يصبر ايه؟ مالك يا أشجان؟ مالك كده يا زيزو؟ أبقى أجردكم وأعرف من بره كده ما تقولش لمريم. يخرب بيتي حد يخش على الناس كده هجم. طب على الله بقى كده اهوت يا فتوى بقى كل خدت درس وشوف مين عايزك بره. ما تخلصي هتعملي فيها سوسن بدر، مين يعني مستني بره؟ لا مؤاخذة بس كده عشان معانا حريم. طب وانا غريب يعني ولا ايه؟ يا عم بقول لك ما خليك معايا هنا معانا حريم. بقول لك طب بقول لك ايه؟ عايزك في مشوار مهم قوي.
لا انا مش هتحرك من هنا. زيدان بالدوري عايزك في موضوع مهم جدا وهرجعك تاني بالعربيه. يلا بينا. ومال يعني هو زيدان بالدوري هيعضني؟ انا نصيه وراجع. ها روح روح ما تاخرش، انا قاعده معاه ساعتين. لا انت بالنسبه لك تروحي النهارده اجازه. ما تتاخرش عليا يا زيزو. حارسك ربنا يا سيد الناس. قولي لي اشكون فوقي ليه هنا، كنت بتوددوا في ايه؟ ها لا ابدا، كان بيطلب مني الجواز حبيبتي يا اشجان. لا 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 يا شرشابي، ده اهمال واستخفاف بارواح الناس. وفي ابي لو سمحت ما تقطعنيش، ما هو ما فيش اي سبب في الدنيا يخليك لا انت ولا ابنك ترتكبوا جريمه بشعه في حق الناس الابرياء بالشكل ده. في ابي قسما بالله لو ابنك ده ابن رئيس الوزراء شخصيا لا هسيبه لغايه لما اربيه وعلمه الادب، وانت فاهمني طبعا يا شمشادي. ايوه بس ولا كلمه، مش عايز اسمع كلمه. لو سمحت خد الحاج قنديل واستنوني بره لغايه لما اقابل الواد ده واشوف طلباته ايه. اتفضلوا. خليه يدخل يا ابني. تعالى يا زيزو تعالى. مساء الفل يا باشا. تعالى. مساء الفل. اقعد. معاك سجاير؟ طهقوني. اتفضل يا باشا. ده ايه؟ دي سجاير الغلابة بقى. لطيفة برضه. بص يا زيزو، انت عارف ان انا ليا نظرة في الرجالة. انا معجب بيك من يوم ما شفتك في الاسم. انت راجل عينيك كلها مفهومية وذكاء، وانا بصراحة مستخسرك في الناس الغم دول. ربنا يعزك يا باشا، ما انا قررت افوق لنفسي بقى واطلع من الغم. او كده. انت عارف هما جايين هنا ليه؟ عايزين يضغط عليك عشان تتنازل عن محضر وابنهم الهايف ده يطلع منها. بس انا مهتم اكسب رجالة يا زيزو، وانت شكلك راجل. ربنا يبارك لك يا فندم. كان قنديل قال لي انك عايزني. خلص يا زيزو، انا محتاج حد في ظهري، محتاج حد يخلصني كل الحاجات اللي انا ما بعرفش اعملها. خلص، عشان عايزين نفضل حاجات اكبر من كده بكتير. مفيش قدام اكبر من حقي، والدم بالدم. بيني وبينك الواد ابن الشابي ده يستاهل، بس انا سمعت ان انت روقت وعلى تموت. ولسه مش هرتاح غير لما يترفد بامر الله. بيني وبينك يستاهل. انت عارف الشابي دفع كام عشان يدخله الكليه دي؟ ما يدفع اللي يدفعه احسن، خليه يقع بقى يتحسر جنب ابنه عشان يبقى فرح جنب طهور. طب ما تاخد ادي اللي دفع وتتنازل عن المحضر. ما انا عارف ان انا جاي هنا اتنازل. انت حوشت كام لغايه دلوقتي يا زيزو؟ انا هدخلك معايا شغل. على باب الله يا باشا، بس دمنا ما بنبيعوش. يا ابني انا ما اشتريش دم حد، انا بشتري رجاله. وعندي ليك صفقه هتنقلك من واحد شغيل لحد صاحب مصلحه حلو قوي. خد كلامي ثقه للاخر. ماشي، اطمن على بنت عمتي الاول واشوف موضوع الشغل ده. 100,000 يا زيزو. تعالى اسلك لك المصلحه اللي في ايدي دي والمكسب بالنص. الله يصلح حالك. هجيب منين 100,000 يا باشا؟ من الشرشابي طبعا. قول اه وانا هخليه يروح البيت يجيبهم فورا. بس الاول نروح المستشفى نطمن على قريبتك. قلت ايه يا زيزو؟ الصفقه مستعجله ومش خساره فيك. لازم تقرر عشان انا ورايا اجتماع ولازم اروح فورا. قلت لا اله الا الله. وبعدين يا لبنى، لا مش كنا قفلنا الموضوع ده وخلصنا خلاص؟ ايه الجديد اللي حصل؟ من فضلك يا دكتور اعتبرني زي بنتك وقدر مشاعري. انا الطلبه ابتدوا يتكلموا عليا، ويعني حفظ التحقيق بالشكل المفاجئ ده خلاهم يفتكروا ان انا فعلا عملت كده، وان انا جيت لحضرتك واعترفت بالجريمه اللي انا عملتها، وان حضرتك حفظت التحقيق. يا بنتي فهميني، ولو قلت لك ان دي سمعه الكليه، وان الموضوع ده لو اتصعد هناك لاداره الجامعه مش بس هيشين اللي عملها ويتخذوا اجراء رادع ضده، لا ده كمان هيدمر سمعه الكليه وطلابها. يبقى برضه لسه مصممه ان افتح الموضوع ده تاني؟ يا دكتور انا اللي يهمني دلوقتي سمعتي، اللي هي جزء صغير برضه من سمعه الكليه. ولو عرفنا مين اللي عمل كده اكيد هنحمي سمعه الكليه، وهنضمن ان هو مستحيل يعمل كده مره تانيه. وتحب طبعا بعد ما نعرفه ان احنا نفضحه ونقدمه للطلبه على انه حرامي، وبالتالي ندمر سمعته ومستقبله. ده كلام؟ انا عرضت على حضرتك الموقف والحرج اللي انا فيه وسط زمايلي. انا لسه في سنه تانيه يا دكتور، وحاجه زي دي لو فضلت في ملفي ممكن تاثر على تقديري. وبصراحه يعني اللي عمل كده انا معرفش حضرتك ممكن تاخد ضده اي اجراء، بس يعني يا دكتور انا بقيت اخاف اجي الكليه. طب اهدي يا لبنى وقولي لي الاول، انتوا وانتوا في المعمل كنتوا لابسين جلافز؟ لا يا دكتور دي كانت محاضره ريفيجن يعني قبل العمل.
كده يبقى انا بوعدك اني هجيب لك حقك النهارده، واليوم ده يومك يا انسه لبنى. يا ريت دلوقتي بقى تسبقيني على المحاضره وانا هحصلك. ميرسي يا دكتور. اتفضلي. عبد العزيز، عبد العزيز، عيني يا اخويا يا كبتي، نايم زي القتيل. صباح الخير. زي الخير. تسلمي يا اختي، جيتي في وقتك. مدام عاد الدواء؟ لا، قبل الدواء شيل البتاع ده من دراعي، واخص عايزه اروح الحمام من نص. حاضر، هناخده معي. قلت لها تعالى يا بنت تجنبي على السرير. لا انا صحيت خلاص. رايحين فين؟ شو نقول لك؟ رايحين وجايين طوالي وخلاص. مكتبة طويلة احنا حالنا؟ فوت يا بنت الناس، الصوف مش عيب برضك. يا بوي. المصايب يا جدع، انت بتعاملنا كده ليه؟ ده احنا بوسنا ايد الراجل عشان يدخلنا قبل ميعاد الزراره بشويه. الواد ده مسروق مننا شبرا. يا جدع عيب تقول الكلام ده، حد الله يا جدع، دي وش ناس تسرق. يا جدع انا لميت لك الورد اللي في الجناح الاستثماري، نقي اللي يعجبك. وانت يا اخويا فاكر نفسك في استاد ايه اللي شايله ده؟ والله كان نفسي اخش عليك بصندوقين بيره بس الايد قصيره. بقيت الكاميرات يا عم، ما تبقاش عبيط كده. يا ده انا شايف الممرضه واخده منك فلوس، اطلع بالفلوس يار. شاور ما تردش ايدك على ورا. يا ده اطلع يا اطلع يا ابني. ما ايه يا اخويا انت وهو جايين تعملوا نمره هنا؟ طب انا عبد زيزو هطلع اجدع منه اهو. خد، ما تحسبش على الواجب ده. اتفضل. مش عايز منك حاجه، لم حياتك وتوكل على الله. يا عم طفي ابني، انت زعلان بالدنيا ليه؟ ده احنا ما رضيناش نغمص عليك عند الدين والشرشاني. تغمص عليا ليه يا روح امك؟ انا عامل عامله ولا ايه؟ عرفنا مين اللي بلغ عنك يا معلم. بلغ عني في ايه؟ في مخزن الدين. قول هنا الحلاوه. قديمه. شافعي. يبقى هناخد الحلاوه يا معلم. قصر يا اخويا وهات من الاخر، مش ناقصات. احنا كنا ناويين نقول لقنديل بس قلنا انت ولا. ما تروح تقول له وتطلع من نافوخي. عطيه. اللي بيشتغل عند الشرشابي كان بيتصل ليلتها في السنترال، ولما سالناه وشه جاب جاز وعمل بدبادها. ايه مصلحه الشرشابي في ده كله؟ ايوه، هي ايه مصلحته يا معلم؟ مالكش دعوه، حل يا اخويا ولم حاجاتك دي وتوكل على الله. يا جدع انت بتعاملنا كده ليه بس؟ عايزين نعرف قصه الغسالات والكارتات والحاجات دي يعني. وانت مال امك بالغسالات والكارتات والحاجات اللي كده يعني؟ بتقص. واخرتها يا شبر؟ واخرتها زي اولتها حبايب. وتشغلنا معاك في المزرعه ونبقى صنايعيه الورشه. تبقى سبوبه المخدرات راحت يا برنس. راحت يا عم، الله يرحمها. واحنا نوعدك ان احنا نتعاهد، والعشرة دول وعليهم خمسه يبقوا 15. قالوا للحرام احلف. ماشي انا موافق، بس اللي هيفكر يخون يبقى بيلعب معايا لعبه الموت. خد ده مفتاح الورشه، تستنوني هناك بعد ما تفتحوا، والفلوس دي خد انت اللي تدفع 35 جنيه ايجار والباقي شبرقوا بنفسكم. بقول لك يا معلم، تحب نخطف لك عطيه نقتله وتقرره براحتك؟ لا يا اخويا الطيب احسن، توكلوا انتوا على الله. على الله. تسعه. على فكرة مفيش امتحان هيخلى من سؤال من اللي قلناهم النهاردة، وانتوا بقى لو مش فاهمين يا ريت ترجعوا للمعيد، لان انا بعد كده مش فاضلكم. ودلوقتي يا ريت الانسة لبنى لطفي تتفضل هنا جنبي لو سمحت.
أنا ناديت على زميلتكم عشان عايز أأكد حاجة ليكم. زميلتكم لبنى اتهمت بتهريب بعض المواد المخدرة من المعمل، وافتكر معظمكم عارف الحكاية دي، لكن التحقيقات برأتها وعن يقين، وأنا استأذنتها إن احنا نقفل الملف ده نهائي وما نفتحوش تاني. لكن في الحقيقة هي جاتني النهاردة وترجتني إن افتح الملف ده من تاني. الظاهر إن في حد منكم أساء إليها وأهانها، فأنا بسألكم دلوقتي إيه رأيكم؟ اللي موافق منكم إن احنا نفتح القضية دي من تاني عشان نوصل للفاعل الحقيقي، يا ريت يرفع ايده. كده؟ طيب، عموما انابيب المعمل اللي حضراتكم استعملتوها موجوده، واكيد عليها بصمات العمل العامله الدنيئه ديت، وكمان ابحاثكم اللي سلمتوها لي من اسبوعين موجوده عندي ومحطوطه في ملفات بلاستيك، يعني عليها بصماتكم كلكم. انا هدي فرصه اخيره وهنتظر ساعتين في مكتبي اللي عمل عملته الدنيئه ديت يجيلي ويعتذر بعد ما يعترف. في الحالة دي بقى بوعدكم ان انا هعفو عنه وهنقفل الملف ده نهائي. ما جاش بقى يبقى انا مضطر اصعد الموضوع للنيابة العامة. النيابة العامة بقى تشوف شغلها، يعني ترفع البصمات من على انابيب المعمل وكمان من على ملفات الابحاث. وابسط نتيجة هتوصل لها النيابة بعد كده ان هي هتقدم لنا الجاني. عايز اقول لكم إن لبنى لطفي زميلتكم بريئة، وإن للأسف اللي حاول يدسلها المواد ديت ويتهمها كان ساذج جدا، لأنه للأسف ما يعرفش إن المواد دي غير متداولة في المعمل ومتاحة لأي حد، لدرجة إحنا نفسنا كأساتذة بنصرف المواد ديت بمحاضر عشان نستخدمها في أبحاثنا. وختاما بطلب منكم يا ريت تحيوا معايا زميلتكم المحترمة الآنسة لبنى لطفي، واشوفكم الأسبوع اللي جاي. عملت بنصيحتك اهو، رحت لوكيل الكلية واديكي سمعتي كلامه. أنا بقى مش هروح أقف على الباب عشان أعرف مين رايح يعترف، بس أنا متأكدة إن أنتِ هتعرفي وهتقولي للدفعة كلها، مش كده يا مروة؟ اهلا ابو النور. ازيك يا اياد حبيبي؟ سلامتك يا عم زيزو. الله يسلمك. يا نور تعبتوا نفسكم، بس انتوا ايه الاخبار؟ خير الحمد لله. الحمد لله تمام. اللهم لك الحمد. زيزو لو عايز حاجه قول لي. ربنا يخليك. يا عم يا عم مؤمر يا عم بقى ما تتكسفش. خلاص بقى يا اياد. يا جدع انت اخونا بلاش كده. يا عم خيرك سابق. هي صوره؟ بقول لك ايه، ما تيجي نخطفك كده ننزل نقعد على القهوه ناخد لنا 50 شاي بالنعناع ونتكلم كلمتين. لا يا نور انا مش هتحرك من هنا غير لما اطمن عليها وتقوم بالسلام. يا عم الحاجه جايه ورايا يا وليد، ما تقلقش. امي جايه؟ اه. السلام عليكم يا زيزو. عليكم السلام يا عم اسماعيل. خير؟ المعلم بتاعك بعت لي في مصيبه تانية. يا عم ربنا ما يجيبش مصايب، المعلم عاوزك تقابله دلوقتي حالا في مكتب زيدان الدوري. هو انا عندي مشوار صغير كده هبقى احصله هناك. ورايا على طول ما تتاخرش، ده اللي ما تسيبهوش وهاته على ايدك، ماشي؟ ماشي يا اسماعيل. يلا بينا. تصدق قريبتك دي ب 100 راجل اللي عملته ده احرجنا كلنا.
اللي اتعرض نفسها للموت عشان انا اعيش شقيالي بقى بتركبني جميل، وجميل عمري ما هنساه. بس انت طلع ليك في اللبه شويه يا عم زيزو وبتسد جامد. ادينا بنروح حر يا عم اياد. بس الخناقه دي كان اصلها ايه؟ الشارع كله بيقول ان انتوا اتخانقتوا عشان الدكتوره بنت الحاج لطفي. لا دكتوره لبنى زي الفل، محدش يقدر يجيب سيرتها. برشلواد عاصم ده قلب اسود من صغره وكان لازم يتربى. اللي من حق اخبار المصالح يا عمار. المصالح بتتصالح يا عم زيزو. طب انا رايح الحمام دلوقتي يا جدع. هو ده بيقول له اسرار. لا 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 خد راحتك يا عم ادي، انت مش غريب. خلاص يا عم خلاص يا عم. بسم الله. ترى يا عم انور تحرك الراجل كده، احنا بنسرق. مندوق عدى عليا بيقول المصلحه كبرت قوي، بقت اكتر من فلوسنا بكتير. مصلحه مكون البخار؟ اه بقت ب 75,000 جنيه. الصلاه على النبي دي ولعت. هات بقى حته سخنه كده عشان ننضف الهد. حيلت عليه نقسمها، ناخد التلت مثلا. ما ينفعش. طب بقول لك ايه؟ ما ناخدها كلها. اه شكلك مستني مصلحه حلوه ومخبي عليا. عموما الراجل قدامه 4-5 ايام ويستلم. انت عارف الفلوس اللي معايا، لو انت جاهز دبر نفسك كده عشان ولغينا عشان نلحقه. خليه على الله. اشرب بس انت الشاي عشان خاطر ورايا مشوار. الاسماعيل جالك عشانه؟ ما تسيبك بقى من قنديل وسكك والشرشابي، الناس دي تعبين، السوق بيعمل لهم 1000 حساب. شوف يا صاحبي، ساعات عشان تتقي قرص التعبان لازم تخش له الجحر بتاعه. الحساب يا بركه. سيبك من دماغ الصعايده وسيبك الطار بتاعتك دي يا زيزو. خليه على الله. اه بقول لك من حق، انا قررت ارجع اقفل غسالات زي ابويا الله يرحمه. اديت مفتاح الورشه للواد بكر وشبر. عايزك بقى تشد حيلك معايا في الراجل اللي اجلوه ده، خلينا نمون بقى ونرجع ندور المصلحه. يا عم الراجل موجود بس ما لقيتش غير شبر وبكر. هي الغلابه وبياكلوا عيش. يلا يا سيدي اقلب بقى شايك عشان نتوكل على الله. يا عم الحمد لله الذي عافانا، بطلت الشاي ده. شاي سبحان مغير الاحوال، والسجاير والمخدرات تبطيل الشاي. الحساب يا سيدي. لا 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 عندنا دي يا عم. لا بس ايه بيه؟ والله العظيم ما ينفع. عيب يا زيزو انت اخويا. والله ما صح. عيب عيب. احنا خدنا 3 شاي يا عم. لا 3 جنيه بيه يا جدع، ده انت خيرك عليا يا جدع. عيب. صدقني بالله انا اول ما الدكتور تنباري قال حي معايا زميلتكم المحترمه لبنى وانا جسمي اشعر. حاجه على ايه دلوقتي؟ اصل جسمي اشعر دي حسستني ان انت ماشي بجنازه مثلا. لا الجنازه هتكون اللي هيروح يعترف كمان نص ساعه بالظبط. صحيح ده لو راح هيبقى شكله زباله، ولو ما راحش هتبقى الله يسلم عليك. الحشو يبدا يا حرام. بيني وبينك يا مروه انت اللي شجعتيني ان انا اروح للدكتور واشتكي له، وشفتي بقى النتيجه تحفه. انا بقى عندي ليكي حاجه احلى بكتير، بس مش هينفع اقولها هنا. ينفع نروح نقعد في اي حته تاني؟ لا ما ينفعش طبعا. انا مستنيه النص ساعه دي عشان اعرف من هو الفاعل الحقيقي في هذه الجريمه. حرام عليكي يا مفتريه، انا عايزاكي في حاجه تانيه خالص. ينفع؟ ينفع على اذنكم. بس يا جماعه ودي كانت نهايه طالب صيدلي حلم بالاجزخانه، بس يا خساره خاف يروح يعترف للدكتور تنبار. انا اول مره اجي المكتب بدري كده، بس عشان خاطركوا غالي عندي ما اقدرش اتاخر. الله يعز مقدارك يا باشا. ابنك راح شغله؟ اه الحمد لله وصلنا بالعربيه. فهمتوا هيقول ايه؟ اه يا فندم، مع التقرير بتاع المستشفى الخصوصي بالاسعافات اللي اتعملت. جبت اللي اتفقنا عليه يا نديل؟ طبعا. كل اللي امرت بيه يا باشا. اقعد يا سيدي. عفوا يا باشا. اه تقعد بس تقعد. خد سمي وافتح الشنطه. كام دول يا باشا؟ اتفقنا عليه امبارح. بس انا لسه لاقي عندهم 10,000 جنيه و15 حساب قديم يا باشا. اهو ده بقى لعب العيال اللي كنت عامل حسابي عليه. سرقت فلوس ابويا من الورشه، ولا تحب ابلغ النيابه؟ اخرس يا كلب. اقعد يا زيزو. مفيش كلاب بتخش مكتب زيدان الدوري يا شبشبي. الله يا باشا ما مصبرنا عليه غير وجود حضرتك وان احنا قاعدين في مكتبك. لا والله، ما تروح كمان تجيب الطبانجه بتاعتك اللي مش مترخصه وتخ هو كمان. طبانجه معايا يا باشا، وانا ما رضيتش اسلمها عشان كلام سيادتك. دفعت كام عشان ابنك يخش الكليه دي؟ ايه السؤال الغريب ده يا باشا؟ ما عليك اللي مدخله الكليه. مستعد تدفع كام عشان ما يترفدش من شغله؟ يا معالي الباشا المعلم شرشابي. خليه يجاوب يا انديل عشان نقطع العرق ونسيح دمه.
اللي تقول عليه يا باشا. افتح الشنطه وتم معايا فلوس الازازه. لو في حاجه ناقصه مش هتمشي من هنا الا وهي معاك. الدور المية فاضل 25 ودول العشرة اللي عندي مش تطويقة ولا غرامة لكن أنا كنت موعد بيهم. كفة الغسالات المضروبة أنت فاكريني نايم على وداني بس أنت عملت الصح يا نديم راجل بيتربط بلسانه فعلا. أنت بقى مش ناوي تدفع شوشابي ولا عايزني أدفعهم بدالك بس أنت عارفني أنا هاخدهم منك بمكسبهم. لا يا باشا على إيه؟ بس انا بقى ما بدفعهمش لحق ابوه ولا بتاع زي ما بيقولوا. انا بنقذ مستقبل ابني. ما انتوا حلوين اهو كل واحد فيكم فاهم اللي ليه واللي عليه. ولما ابنك بيغرمك كده يا شرشابي ما تخليه يتلم ويلايمها شويه. لا مؤاخذه يا باشا ليا معاهم كلمتين كده. انا نازل السوق اقلب عيشي ومن النهارده عرفت كبيركم زيدان باشا الدوري. ولو حد ضايقني وزنق عليا في لقمه عيشي هجيله. ولو قال لي خد حقك انا كفاءه اخده. طيب استنوني بره يا شيشابي انت والحاج جندين انا ليا كلام معاكم بس لا ولا خلص مع المعلم زيزون. هو قال يا حكمه باشا انت كبرنا واحنا رجالتك ومن غيرك ما كانتش هتتحل. استنى انت بتعمل ايه؟ انا خدت حق الاهانه فلوس لكن الدم ما يجيبوش غير الدم. ما خلصت يا بني ادم. اعمل ايه يا زيزو؟ بعرفه بس يا باشا ان انا اقدر اطوله. اتفضل يا باشا. ضرب النار لا شطاره ولا جدعنه، يبقى اديهوله بمعرفتك. طيب، ده هيفضل معايا لغايه لما نادي. اتفضلوا سموني بره لو سمحتوا. اتفضل يا باشا. طبعا ما رضيتش امد ايدي انا اجيب لك اي حاجه لان هتطلع مش قد المقام. بتعمل ايه يا زيزو؟ دي فلوسك. انت من النهارده بقيت الراجل بتاعي. مش انا قايل لك ان انا بدور على حد مطقطق ودماغه مسدفه زي ما وعدتك انا ليا مصلحه بيني وبينك هحاول اخليها قريب ان شاء الله. انا رقبت يا باشا. انت عارف انا سبتهم يستنوا بره ليه؟ عشان ما يلحقوش يوصوا عليك حد من السبرسيه بتوعهم. يبقى اللي ادهولك باليمين هياخدوه بالشمال زي ما عملوا مع المرحوم والدك. هو سيادتك عارف؟ طبعا يا زيزو وانا في مكتبي هنا بعرف دبه النمله في الدايره. زي ما تقول كده شغلي القديم علمني شويه. خد ده كارت في اسم البنك تروح فورا تفتح حساب وتحط فلوسك هناك. بس النهارده السبت يا باشا. يا سيدي خليها بكره. خد كمان دول تليفوناتي عشان تكلمني قبل ما تروح. انا هتصل بيهم وخليهم يعملوا معاك اللازم. يبقى انا كده ابويا ما ماتش. هو الموضوع سري قوي للدرجه دي؟ ادخلي بس. ايه الحاجه بقى اللي احلى من البراءه اللي سمعتها الدفعه كلها؟ هو في حاجه احلى من كده بالنسبه لك؟ انك تقولي لي مثلا على الفعل الحقيقي. انا عارفه الفعل الحقيقي كويس وهقول لك عليه بس قولي لي الاول هتفرحي لما تعرفي الفعل اكتر من فرحتك ببراءتك اللي الدكتور اعلنها قدام الدفعه كلها. هو انت كنت طول الوقت عارفه ان انا بريئه مش كده؟ مش انا بس الغريبه من الدفعه كلها كانت متاكده انك عمرك ما هتعملي كده. وكنت كمان عارفه الفعل الحقيقي مش كده يا مروه؟ جاوبي الأول على سؤالي هتفرحي لما تعرفي الفعل أكتر من فرحتك ببراءتك؟ أنتي تعرفي عني كده؟ تعرفي إن دي أخلاقي يعني؟ أنا عارفة إن قلبك كبير وإنك أهم حاجة عندك براءتك وإنه مش هيفرق معاكي لو عرفتي الفعل الحقيقي. يا سبحان الله وإنتي إيه بقى اللي غير رأيك يا بنت السفير السابق؟ ما أنا كنت وافقت على حفظ التحقيق وإنتي جيتي قدام الدفعة كلها وقلتي أنا لو مكانك واثقة من براءتي لا يمكن أوافق على حفظ التحقيق. مرضيك اللي عمل كده يروح النيابه ويضيع مستقبله؟ واللي عمل كده ما فكرش فيا ليه وفي مستقبلي؟ ولا انت خلاص يا مروه الغيره العامه قتلتك وخليتك تجزيني في مستقبلي وفي سمعتي قدام الناس؟ لا ابني انت بتتكلمي كاني انا ايوه انت يا مروه وكنت شاكه من اول دقيقه بس ما جاليش قلب اوديكي للدكتور عشان يحقق معاكي. انت يوميها كنت واقفه جنبي واستغليتي انشغالي في الشرح وعملتي اللي عملتيه. ودلوقتي بقى انت جايه تلفي وتدوري لما الموقف ضغط عليكي. انا بقى بطلب منك تروحي للدكتور وتعترفي يا اما بقى يا اما ايه هتفضحيني وتوديني للنيابه؟ ما انت عارفه البديل اهو ويعني مكتب الدكتور ما يتوهش. لا يا غبنه ما اقدرش. انت اللي هتروحي وتقولي له ان اللي عمل كده جه واعترف لك وانه صعب عليكي وما حبيتيش تفتحي قدام الدفعه. مستقبلي هيضيع يا غبنه عشان خاطري. وانا ليه ما صعبتش عليكي؟ ما فكرتيش فيا ليه وفي مستقبلي؟
ولا بس انت مستقبلك مهم ولا لا؟ ارجوك يا لبنى خليك انت اردع مني، انقذيني يا لبنى الوقت بيمر. انا عارفه ان انا غلطت في حقك كتير، سامحيني. حقك رجع يا ابو عبد الرحيم. فلوسك اللي راحت منك اهي وقدهم 9 مرات، لكن عمرك اللي راح في رقبتي ومش حاسبه. سلام يا شرشابي، اما انا النهارده متكيفه منك بشكل بعد اللي عملته. ياه المره دي مجنونه ولا ايه؟ اقول لها خسرت 5 اشهر من مكسبي عشان اخوها تقول لي متكيفه قوي من اللي انت عملته. اما كنت هتسيب الواد يطرد من شغله؟ طب وديني لو كان ده حصل ما كنت خلصت مني. انا مش فاهم اعمل فيكوا ايه يا بنت. هتطير البرجين اللي باقيين من نافوخي، اخوك خد الفلوس وانت تطير البرجين، انا همشي عريان وامشي في الشارع اهبل كده يعلقوني ياخدوني صناعه المجانين. ايه ده كله؟ على ايه يعني؟ ايه خلاص مش طايق لي كلمه؟ طب وديني همشي. مع الف سلامه، وياك اشوف وشك كده ثاني يا بنت نعمه. ليه كده يا ام النانوس؟ ده انا عماله حتى دافع عنه، خليكي محضر خير. وبعدين لعلمك اللي خسرك ده كله عمايلك السودة عشان تقف في وسط الشارع اللي عطايا تقول هات المسدس يا عطايا. حد يجيب طبنجة فرغها في نافوخها واخلص. مع السلامة يا حبيبتي. مع السلامة والقلب ده عيلك. خلاص رقت هديت خلصت الشويتين بتوعك. ارغي يا ام النانوس. عاصم لازما يتجوز بنت لطفي. ايه اللي لازمها يعني؟ بعد اللي حصل ده كله يا شرشابي لو ما اتجوزهاش تبقى كرامتنا اتبعترت في الشارع كله. ياما ايه علاقة كرامتنا بانه يتجوز بنت لطفي ولا ما اتجوزهاش؟ انا مش ههدى ولا يهنالي بال غير لما عاصم يتجوز لبنى. اياكش يطلقها بعد اسبوعين بس يكسر نفسها ونفس الواد الكهربائي ده. كهربائي؟ ابني ابن الشرشابي اللي انا صرفت عليه دم قلبي لغايه ما بقى في المنصب المهم اللي هو فيه ده بيتنافس مع الكهربائي. طب يا اختي خلي الكهربائي يتجوز بنت لطفي، اقل ما فيها انا اجوز ابني لبنت الهوى. ماشي يا شرشابي بس برضو هنعمل اللي احنا عايزينه. اما يجي بالسلامة يا اختي بقى اعملوا اللي انتوا عايزينه. يا عم انت عامل كده ليه؟ بس يا ده جزمة انت. انا بلعب لوكا. لوكا؟
ايه اللوكه دي؟ اسمها يوجا يا اسطى. حاجه بيذنبوا بيها الناس زي ما المعلم زيزو مذنبنا في المخروبه دي، زي اصنام قريش. او قريش دول كلهم بيتعطوا للصفه بتاعتي. الف هلا وشفا. بقول لك يا عم اياد. نعم. طب احنا متقدرين هنا عشان احنا هنشتغل مع زيزو. انت يا عم بالجلابيه دي بتعمل ايه؟ ما هو انا ان شاء الله كمان هشتغل مع زيزو هنا. هتعلمه اللوجه؟ ما قلنا اسمها يوجا يا اسطى. اسمع يا اسطى يا شيوع انت. اسمع يا اسطى، احنا الصناعيه كده بنقول الكلام زي ما بيطلع من بقنا. هملوني يعني؟ هتيجي هنا تسيب اللي يقول يقول، والا ترجع المرصح اللي انت جاي منه، فاهم؟ مش حقك عليا، حقك عليا. عبد الاياد، هو ايه المسرح ده؟ المسرح؟ طب انا هفهمهم ازاي دول؟ مسرح مسرح يعني مسرح. يا سلام. يعني بيعملوا فيه ايه؟ بيضربوا ولا بيقفشوا ولا ايه؟ قفشوا؟ لا، بنمثل، بنألف دراما يعني. دراما؟ دراما؟ طب ما ورينا كده شويه دراما؟ نعم. يا جدع بيقول لك ورينا، يعني استرجع ما هي سهله ايه؟ اتفسح لنا شويه. صح، عندك حق، عندك حق. انا هقولكوا على حاجه، انا هقولكوا فزوره، واللي يحلها هديله 10 جنيه. 10 جنيه؟ ايه؟ قول، واحنا ملوك الفوازير. دلوقتي عندنا بطتين كل يومين بيبيضوا بطين. حلو. انا يبقى لو عندنا ست بطات في ست ايام يبيضوا كام بيضه؟ ست بطات في ست. البط ده ماشي مع حد ولا لوحده؟ ماشي مع حد، المهم هيبيضوا كام بيضه؟ ست بطات في ست ايام. يا عم بنقول بطتين بيبيضوا. جدع، ما انا بفكر اهو، انا بفكر بشوف ام البيض اللي هيخلينا يفرش مع الوز والبط اللي ماشي ست سنين ده. ما تقول له بيبيضوا كام بيضه. طب هو البط بيبيض ولا بيتزغط؟ انا احلها لك. انا بيبيضوا كام بيضه؟ 18. اقسم بجلال الله. اطلع ب 10 جنيه. وانا عايز بطين. لا. صبح يا ابو النور. زيزو يا عم، قول مساء الخير، العصر قرب. مش فارقه، خلص عايزك. لا لا، انا اللي عايزك، تعالى هنا. الراجل ده حبيبي قوي، والتلفزيون بتاعه مدوخه. طب انت مطلع التيونر ده ليه؟ يعني بظبط. لا يا معلم، ده مسافر، هات واحد جديد احسن. بس مستوى جديد. طب بقول لك ايه؟ هات واحد مستعمل، روح عند صلاح في الممر التاني، قول له انا جاي من طرف زيزو، هيديك واحد زي ده بالظبط. نصلحه وخلاص ونوفر. انا جاي معاك عادل يا ريس، روح بس قول له انا من طرف زيزو والحساب سيبه عليا انا. شكرا يا زيزو، السلام عليكم. عليكم السلام، تعالى يا ريس. ايه؟ لحقت تزن من المستشفى؟ لا، ده انا جاي عشان المصلحه وراد التاني على طول. خد يا معلم. دول ال 75,000 جنيه اللي طلبتهم. يعني هتشيل ليه لوحدك؟ يا جدع عيب، حط فلوسك عليهم واحنا نتبارك. انت بس روح للراجل ادفع له، لو عنده اي مصلحه تاني شيل على طول. لا انا كده بدات اقلق. ليه بس يا عم؟ احنا مع بعض اهو. بص يا زيزو، انا مش عايز فلوس مشمومه تخش في شغلنا. اخص عليك يا انور، اخص. الفلوس دي بالدم، وكتاب الله بالدم يا جدع. وعليهم قرشين كانوا ليا بره، وفيهم القرشين اللي ابويا راح بسببهم. مش عارف يا زيزو، انت كده بتشيلني مسؤوليه كبيره. عارف، وانت قدها. بس اسمع يا انور، مش هقول لك تاني. لو مش مالي ايديك 1000% من بكري ده، يبقى استنى لما البكا يبقى على راس الميت. يعني ما تطلعش جنيه غير لما تطمن على بضاعتك، والعربيات تيجي وتقف وتحمل وتفرس كمان. ولو دخل في قلبك ذره شك، انفض ايدك. انت زي ما انت شايف، واحنا الحمد لله بقينا برنسات وحمل، وممكن نحط على اي مصلحه. بس زي ما انت بتقول ايه؟ دينجا 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 دينجا. بص يا عمنا، انا هخش معاه الاول في موضوع المكاوي بال 75,000 جنيه، ربنا كرم وبعنا، نشوف غيره. طب والعمليه دي تصرف معاك قد ايه وقت؟ قول اسبوعين. ماشي، الله كريم. خد بقى الفلوس دي خليها معاك. لا لا يا زيزو، تتنظر يا زيزو. يا جدع بقول لك خليها معاك، يعني احط لك الفلوس في باستيلا ولا شكاره؟ الله، خصم يا عم النسبة اللي انت عايزها، وشيل الفلوس بتاعتي معاك، وانا هعدي عليك اخدها منك بكرة قبل الظهر. ماشي؟ على خيرة الله. اجيب لك 50 شاي؟ لا، انا اتغديت شاي من الصبح. يا جدع انت بتزهقش من الشاي ده؟ ابعت كده هات لنا 2 فخفخينة. لا 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 يا زيزو، الفخفخينة والفلوس بيتنظروا. ماشي. من الحق. ايه؟ هبعت لك الواد اياد وشابرو، تبعتهم للراجل بتاع المواتير والحلل، يدولهم 5 حتت. ماشي؟ ماشي، في وجود اياد انا بطمن. مش هقول لك بقى يا ابو النور، كل اللي ربنا بعته لي انا والعيله بين ايديك، وربنا هو الحفيظ يا اخويا. مش بقول لك مش هيلني مسؤوليه؟ وانت قدها. اسحب انا عشان الحق امي في المستشفى. سلام. سلامة كينج.
اهلا بالوقت الندل اللي ما تمرش فيه لقمه عيش كانها سوا. مفيش واطي بيعرف ياخد حقه يا معلم، انا جاي عشانك مش عشان. ومين قالك ان انا عايز من خلقتك اي حاجه؟ لا عايز، عايز ونص كمان. طب قوم دلوقتي بدل والله العظيم. ايه يا معلم هتضربني بالنار انت كمان؟ ده انا حفظت سرك وخدمتك وصمت عيشك وملحك. لا في دي عداك العيب وازح. بأمارة ما بلغت عني وكتبت واحضر في ابن الشرشابي عشان تضيع مستقبله. اهو طول ما انتوا بقى بصر لي من فوق كده مش هتفهموني، لكن ملحوق. قوم دلوقتي يا زيزو، قوم دلوقتي ونصيحة، خاف مني. اسمع بقى يا معلم، انا جاي ادلك على عدوك عشان عارف ان دماغك مش هترتاح الا لما تعرفه. عدوي ما كبرليش واخد حقه وطول لسانه عليا وقفل الباب اللي بيني وبينه. جايلي ليه؟ جايلك عشان انا عرفت مين اللي بلغ عني وعنك وكان عايز يحبسنا احنا الاثنين عشان يقول مين قدي. خسارة. الدرويش الصغير بيهم براسه لفوق وطلع له ريش وضوافر وبدأ يهبش في مولانا الكبير اللي علمه الدروشة. عطية. اهلا بالواطي النجل اللي ما تمرش فيه لقمة عيش كانها سوا. مفيش واطي بيعرف ياخد حقه يا معلم، انا جاي عشانك مش عشان. ومين قالك ان انا عايز من خلقتك اي حاجة؟ لا عايز، عايز ونص كمان. طب قوم دلوقتي بدل والله العظيم. ايه يا معلم هتضربني بالنار انت كمان؟ ده انا حفظت سرك وخدمتك وصمت عيشك وملحك. لا في دي عداك العيب وازح. بأمارة ما بلغت عني وكتبت واحضر في ابن الشرشابي عشان تضيع مستقبله. اهو طول ما انتوا بقى بصلي من فوق كده مش هتفهموني، لكن ملحوق. قوم دلوقتي يا زيزو، قوم دلوقتي ونصيحة، خاف مني. اسمع بقى يا معلم، انا جاي ادلك على عدوك عشان عارف ان دماغك مش هترتاح الا لما تعرفه. عدوي ما كبرليش واخد حقه وطول لسانه عليا وقفل الباب اللي بيني وبينه. جايلي ليه؟ جايلك عشان انا عرفت مين اللي بلغ عني وعنك وكان عايز يحبسنا احنا الاثنين عشان يقول مين قدي. خسارة. الدرويش الصغير بيهم براسه لفوق وطلع له ريش وضوافر وبدأ يهبش في مولانا الكبير اللي علمه الدروشة. عطية. عطية بتاع الشرشابي؟ ليلتها كان في سنترال الأوبرا. وطبعا أنت فاهم بقى البلاغ اللي راح ضدنا للحكومة راح عن طريق التليفون، ولما اتسأل وشه قلب تعلب وعينيه غربت. وطبعا أنت فاهم المعلم شرشابي كان لسه قافش حصته من الغسالات بتاعتنا المضروبة، قال لك خلاص اضرب كرسي في كلوب المعلم قنديل البارودي وانفش ريشي في الشارع وقلوع زي ما انا عايز. عرفت بقى اني مش ندل ولا واطي؟ عرفت بقى اني صمت عيشك وملحك يا معلم قنديل؟ وانا ايه اللي ياكد لي الكلام ده؟ يمكن جاي تصطاد في المال عكره وتضربنا في بعض. عطية عندك تحت ايدك، هات وانت هتعرف وانت تقدر. انا ماخدش حاجه مش من حقي يا معلم، والعشرة آلاف جنيه دول وعدك ليا مش اكتر. بس امانه عليك لو جيت في يوم دقيت بابك واحتجت لك ما تقفلوش. اللي النهارده ما تحتاجوش رق بكره تحتاجه طار. سلام. والله لو طلعت انت اللي عاملها شرشابي وحياه امي ما هرحمك. ما تقول لنا فزوره. اهو حياه ابوك بس ما كنتش فيها بيض. ماشي ونشوف اخرتها في ورشه الفوازير دي. قنبله وقعت على قهوه عملت ايه؟ 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 بن! عملت بن! كفايه لحد كده يا رجاله. متنا شغل، بكره ما نجيش. يلا يا اسطى انا مسقط وعايز اروح. على فين يا عم طهو؟ انت مال اهلك ياض؟ انت هنا صبي واللي يقول عليه استوات هو اللي يمشي، فاهم؟
طب ادوني المفاتيح وروحوا زي ما انتوا عايزين. المفتاح ده مين اللي اداهولي؟ زيزو. يبقى مين اللي ياخده؟ اخده انا منه. لا زيزو. في ايه يا جدعان؟ احنا نبدا خناقه بقى من اولها ولا ايه؟ تصدق بالله دي عمنا دي تثبيته زي العسل. انا مش عارف احنا قاعدين بنعمل ايه في المخروبه دي. المخروبه دي يا شبر هتعمل وتبقى زي الفل ان شاء الله. اخطف رجلك لحد انور هيديك بضاعه حملها وتعالى هنا على طول. وبامر الله اياد هيمسك الحسابات والماديات. حسابات ايه وماديات ايه يا اسطى؟ واحده في بدا وبعض ماديات. اسكت يا هتعرف بعدين. وانت بالذات بقى تقعد هنا. طب ما امسك انا الماديات واياد يمسك اي حاجه تعجبك. برا يا شبرو يا عم شغلك ودوره براحتك. طب دفعت الايجار؟ طيب اكيد نسيت. ده بيسالني انا. انا قلت واحده شبرو. يعني انا نسيت؟ اكيد خلاص نسيت. صباح الفل. هو ده اللي انا خايف منه. هات يا اخويا الفلوس. جبت بيهم سجاير وشندوتش ومشبك. ايه؟ مشبك عشان شعره بيقع. عشان شعره بيقع؟ انا عشان كده بقول ايه امسك الحسابات. خد ايه؟ شوف اخرتها. طلع من دول 35 جنيه. آه. تدفع الايجار. لحد ما اخطف رجلي اروح لحد المستشفى اشوف قريبتي هتطلع ولا هتطلع امتى ان شاء الله. تمام. هتيجي بضاعه تخزنوها في الورشه لحد ما نشوف المخروب اللي بره ده نركب له قفل جديد. ماشي الكلام؟ تمام. تمام الكلام. ماشي يا عم زيزو. اتفضل يا باشمهندس شابرو. ماشي. بقول لك يا زيزو فهموا ان انا قديم وعنه. مش لما افهم انا الاول. يعني مش عايز ازمق منك واسيب الشغل يتحرق على دماغك ودماغه ودماغ الكلب ده. يا شابرو بتهدد لعب شويه. يا جدع اسكت. لما شابرو يتكلم ما يسمعش غير الصمت. شابرو طب انا بقى اعطى لك ودانك دي عشان ما تسمعش حاجه خالص. يا بابا نزل المطوه دي يا اخويا. انت هتشتغلوني ولا ايه؟ تزمق واسيب الشغل. هتروح فين يا قرد وانت اللي تجيبك موزه؟ بكره ان شاء الله بامر الله بعد الظهر هنركب اول غساله مع بعض وبعد كده الباقي عليكم يا رجاله. حلو الكلام؟ كلام ايه يا كلام؟ ربنا يستر. يلا يا عم يلا يا عم يلا 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 من هنا. يلا من هنا. بقول لك يا جدع يلا من هنا يا جدع. اخويا انت وهو. اتفضل. والنعمه يا خالتي زي ما بقول لك كده كل ما اروح في حته الاقيه ورايا عمال يفرك كده يفرك. عارف يا زيزو كل ما اروح في حته كده داير ورايا داير ورايا. بالله يا مريم حكيم قال تحكي لك قول عليه بس يا بنت خالي خلينا نضحك خلي الهم ينزاح. يعني الكلام ده بجد يا بنت يا مريم؟ بصي عليك يا خالتي هو انت مستكتره عليا ولا ايه؟ والنعمه دكتور وعمال يلمح كده في حاجات كده مش فاهماها. بس انا بقى مش موافقه. عارفين ليه؟ ليه يا ام النصاحه؟ والنعمه علشانك انت يا زيزو. يا بنت هو ده وقته. خلينا نتكلم جد قدام قريبتك اللي مش عايزه تهوينا وتروح البلد ديت وقدام امك كمان. اسمها والدتك يا بنت. ماشي زيزو انت ليه مش عايز تتجوزني؟ والله العظيم يا زيزو والله العظيم ما تلاقي حد في الدنيا يحبك قد مريم. انا هقول لك ما بتجوزكيش ليه يا مريم. مره واحد غلبان اتجوز واحده اغلب مني خلفوا عيال وفضلوا يلطموا في الدنيا والدنيا تلطم فيهم واخره المتمه سرق ومات بحسرته. عارف الراجل ده يبقى مين؟ يبقى ابويا. بس الدنيا اتغيرت يا زيزو والزمن ما بقاش هو الزمن. الدنيا هي الدنيا. اسمعي يا مريم خلي كل واحد مننا يروح في طريقه يمكن ربنا يكرمنا. قالوا لما حد يحتاج للتاني يلاقيه ويسند عليه. راح فين يا بنتي يا مريم؟ ماشي زيزو انا بحبك اكتر احبك اكتر. ولا يهمني ولا غيره ولا فقر ولا اي حاجه. انا عايزه ابقى اعمل كده. كسرت بخاطرها يا ابو عزيز. سيبيها يمكن تفوق لنفسها. ويا ريت بقى الدكتور ده يصدق في كلامه ويتجوزها. يلا يا عمر توكلي انت على الله. لا يا ابني روح انت يا ابني انت تعبت قوي. ازاي بس يا عم انا بايت هنا معاها. روح انتوا الاثنين انا مش عايزه اتعبكم انا هقعد لوحدي. ويمين الله انا اللي هبات معاه. خلاص امي حكمت اشكال. اه من حق يا ابني عندي ايدي حته دي مفاجاه انما ايه؟ خير يا ابني. انا ربنا كرمني بقرشين كده وهخليك تحكي خلاص. حاج ده يوم المنى يا ابني بس حاجب الفلوس منين؟ الفلوس موجوده الحمد لله. تقدر تقولي كده حق عرب افهمك بعدين. السلام عليكم عايزين حاجه؟ لا يا ابني يزيدك ويبارك لك يا رب. خير يا سيدي المعلمين انا قدامك اهو. يا معلم عطية يا سيدي المعلمين اللي يخون في شغلانتنا دي يبقى غشيم
وهو مين بس اللي خان يا معلم يعني؟ ما هو الخيانة ما بتستخباش، ولما بتبان بتبقى خراب مستعجل. لا اللي وزك هينفعك ولا اللي قالك تخبص هيفيدك. انا اخبص عليك انت يا معلم؟ طب ليه بس؟ فاهمني؟ ما هو ده من غباوتك. ما انت بتشتغل، بتشتغل بأجرتك، لا ليك في الطور ولا ليك في الطحين. تخبص ليه؟ لا هيقدمك ولا هيأخرك. انا مش فاهم يا معلم انت بتتكلم على ايه، بس فهمني برضه يا معلم. انت سامع اي صوت هنا يا عطية؟ لا يا معلم. ايوه مفيش صوت. يعني لو ما اتكلمتش طلقه من المسدس ده تعدي من مخك الغبي تطلع من الناحيه التانية، وبعدين هتويك، هتويك زي الدبيحه. ولو سالوني هقول ما اعرفش عنه اي حاجه. هتتكلم انت؟ حنطة يا معلم، حنطة. مين اللي وزك؟ مين اللي وزك تبلغ الحكومه على الغسالات والكارتات اللي في المخزن؟ اقول لك وريحك، ليا رجالتي في الاسم قالوا لي على كل كلمه انت قلتها. طب وكتاب الله يا معلم؟ زي ما بقول لحضرتك كده بالظبط يا معلم وربنا. والله يا معلم، والله يا معلم. اوعى بتشاهد على روحك يا عطيه، ودع الدنيا. حقول يا معلم، حقول. مين؟ الشرشاب يا معلم، هو اللي وزني وقال يقول الكلام ده، ولو ما قلتوش هيقطع عيشي ويسجنني زي ما سجن بهلول جوز بنته. ايه السبب؟ معرفش يا معلم، بس هو كان دايما يقول ان مفيش حد في السوق كله سابقه بدماغه غيرك انت، وطول ما انت موجود مش هيعرف يعمل اللي هو عايزه. اللي هو ايه؟ وكتاب الله يا معلم، ما اعرف اكتر من اللي قلتهولك. ابوس ايديك، ابوس ايديك يا معلم والنبي. المعلم لو عرف جمله من اللي انا قلتهم دول هيقطع رقبتي. عندي عيال يا معلم. قوم واقف. قوم واقف. حاضر حاضر. ولا اكني شفتك. فوت. ربنا يكرمك يا معلم، ربنا يكرمك يا معلم، ربنا يكرمك يا معلم. أنا هقف عليك يا عزيزي. جبت لنفسك يا شرشابي. يا لبنى رايحة فين؟ رايحة لدكتور تنباري المكتب. دكتور تنباري مش في مكتبه، ده في المعمل. بجد؟ طب شكرا انك قلت لي. طب احنا مش في بينا كلام ولا ايه؟ ولا صرفتي نظر وقلت هنسى؟ لا ابدا، ده انا حتى مبسوطة جدا النهارده ان الدكتور تنباري اظهر براءتي قدام الدفعة كلها. ما انا عارف، فحتى عامل كمين محترم للي عامل فيكي كده. انت بقى مش ناوي تظهري براءتي انا كمان؟ براءتك؟ براءتك من ايه؟ طب تعالي نقعد في اي حته نتكلم، عزمك على حاجه وهتعرفي. معلش مش هينفع، اصل انا لازم اعرف بابا. تعرفي بابا؟ والله دي حاجه مشجعه قوي. طب ما تيجي معايا بقى لدكتور تنباري، هقول له على حاجه هتشجعك اكتر. حاجه ايه؟ تعالي بس معايا وانت تعرفي، يلا. انا متشكر جدا يا دكتور صلاح. في الحقيقه انا مش قادر اعبر لك عن مدى سعادتي بالخبر اللي سمعته من حضرتك. فعلا يمكن ده احسن خبر سمعته من 3-4 سنين. احنا ما نقدرش نتاخر عليك يا دكتور، ما تتصورش الموضوع ده كان صعب قد ايه، بس احنا زلنا كل العقبات وان شاء الله يروح ويرجع بالسلامه. قول ان شاء الله يرجع لنا بالدكتوراه يا دكتور. التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم. العفو. مازن ابني عن اذن حضرتك. اتفضل. ايوه يا مازن، جيت في وقتك يا بطل. ازيك يا لبنى يا بنتي؟ الف الف مبروك ليك، عندي خبر بمليون جنيه. ده شكل حضرتك مبسوط قوي. جدا جدا. طب قول بقى عشان انا كمان هبسطك. هقول لك يا مازن. خير يا لبنى يا بنتي؟ في مشكله ثانيه ولا حاجه؟ لا يا دكتور ربنا ما يجيبش مشاكل، انا بس جايه يعني ترجع حضرتك انك تصرف نظر عن موضوع النيابه، وان اللي عمل كده يجي لك المكتب يستسمحك. يعني يعني ايه؟ لا يعترف ولا نيابه ولا حاجه؟ لا 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 اسمحي لي يا لبنى يا بنتي، انت كده بقى تبقي بتهرجي. في ايه بقى كنت جايه لي وبتعيطي وسمعتي يا دكتور واللي انا عملته ده كله، وفي ايه كلامك دلوقتي يا بنتي؟ يا دكتور ما هو اللي عمل كده جاي لي واعترف، وبصراحه يعني مرعوب يجي لحضرتك، خصوصا ان الدفعه كلها قاعدين بره مستنينه يشوف هو جاي يعتذر لك. انا بترجاك يا دكتور بس انك تسامحه وتعفيه من ان هو يجي المكتب. عموما يا بنتي انا بحييكي وبحترم روح التسامح اللي فيكي ديت، وعموما
حضرتي فرحان جدا 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 بالخبر اللي سمعته دلوقتي، ومستعد اعمل اي حاجه ترضيك يا لبنى. ربنا يخليك يا دكتور، عن اذنك. العفو يا بنتي، اتفضلي. استني يا لبنى ثانيه، عايز اقدم لك بقى لبنى لطفي، احسن طالبه عندي في السكشن. ايه يا مازن يا ابني، انت ناسي ولا ايه؟ لبنى دي تلمستي يا دكتور. اصبر عليا، انا بعرفك بيها بطريقه مختلفه خالص. اوعى تكون عايز تقول لي انك معجب بيها، وانها ان شاء الله هتكون قرينه معالي سياده المعيد المنتظره والشويتين اللي بتعملهم معايا دول. سيبك من الكلام ده كله دلوقتي يا مازن، وتعالى معايا. ايه الراجل اللي بتعمله ده؟ عايز اعرفك، الدكتور صلاح من اداره الجامعه، الراجل جه وتعب نفسه وجاب لنا بشره عظيمه، البعثه بتاعتك وصلت اداره الجامعه. أمريكا في انتظارك يا بطل. مازن ابني يا دكتور صلاح. أهلا وسهلا دكتور مازن، ألف ألف مبروك. تروح وترجع بالسلام، عن إذنك. الله يبارك فيك يا دكتور، إحنا متشكرين جدا جدا على تعبك. شكرا. مع ألف ألف سلامة يا فندم. إيه يا بابا اللي أنت بتعمله ده؟ أنت حركتها جدا. اسكت أنت، اسكت. لا مؤاخذة يا لبنى يا بنتي، أصل الولد مازن ده دايما بيعمل معايا النمر ديت، يعني متدلع وعامل لي فيها روميو، وكل يوم والتاني يجيب لي واحدة ويقدمها لي على إن هي قرينة المستقبل. اتعودت على كده بقى. اتفضلي لبنى. استنيني يا لبنى. نازل. وإيه اللي حضرتك عملته ده؟ افهمني بقى، قلتلك أمريكا في انتظارك، أنت من هنا ودلوقتي ما عندكش أي وقت إنك تخطب وتحب وتعيش الدور دوت. اسمعني يا ابني، بكرة تروح أمريكا تنسى لبنى واللي زيها، وهي كمان هتنساك، وتتعرف لك بقى هناك على واحدة خواجاية وتتجوزها وتجيب لك عيال بالألوان الطبيعية. مبروك عليك أمريكا. برضو ما كانش بالطريقة الغريبة دي، عن إذنك نبقى نتكلم في البيت. مازن إيه بس؟ الواد زيزو ده لازم نخلص منه بأي طريقة. يعني اشتغل مجرمين على آخر الزمن ولا ياشر شيابي؟ لا، الواد كبر قوي وعدى، وانا قلت لك ده هيسابقنا في لم القرش. ما انت شايف الدوري معجب بيه ازاي؟ يعني انت كل واحد مش هيعجبك، هتخلص منه؟ يعني مش هيفضل حد في شارع عبد العزيز؟ الله، وبعدين معاك هندي، ما احنا طول عمرنا عايشين على الحلوه والمره مع بعض. يعني انا لو كنت وقعت في موضوع الغسالات ده كنت يعني هتقف جنبي؟ اقف جنبك؟ ده انت راجل رمى صحيح. امال مين اللي راح معاك الاسم ووقف معاك وعمل اللازم؟ ده انت ما يتمرش فيك ابدا. لبنى يا لبنى، انا مش هينفع اجري وراكي كده في الكليه. لبنى من فضلك اديني فرصه وانا اشرح لك ايه اللي حصل. انا شاطره كويس قوي يا دكتور، ومش محتاجه حد يشرح لي، عن اذنك. يلا يا اخوانا شدوا حيلكم يا اخوانا، مش هينفع كده يا عم. بلاطه خلاص يا عم، مش كنا جبنا؟ ما تزعقش بقى يا شبرو، خلي الناس تخلص. ايه ده يا عم، ايه ده يا عم؟ تقوم بره الكاميرا يا زيزو. اهو اهو عربيه صفراء اهي. ايه ده، ايه ده، ايه ده، ما شاء الله، اصفر بره وجوه. ايه يا عم السياحه اللي انت عامله في المنطقه؟ حبيبي يا حبيبي، حبيبي يا معلم، نورت مكانك. مبروك يا صاحبي. الله يبارك لك، ربنا يفيك شرها. ايه ده ما شاء الله، يفيك شرها ويرزقك خير. عامله كام ديت يا عم؟ انت مش فاهمك، مش فاهمك انت يا عم شبر. تعالى وريني عملت ايه في المحل وفي الوجه. اخدنا وش نضوه، فاضل وشين وبقى زي الفل ان شاء الله. ايه ده يا عم، عايز وش شحم يا عم اياد؟ يا عم اصبر بس، خش عايم بس. بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضل. خلاص زي الفل، مش هخش دلوقتي لما تيجي اليافطه بقى. الله، انت مش انا حالف ما اخش غير لما تيجي اليافطه. يا شيشو، انت مش قلت ان انت راح تجيب اليافطه؟ ما انا حملتها في عربيه وزمانها داخله علينا دلوقتي. طب على بركه الله، تعالى يا عم، تعالى. يا دي وقفه الشباك اللي جايبه لنا الكافيه دي، يا دي النيله عليا وعلى اللي جابني في يومي الاسود. يا بت، يا بت اعملي اي حاجه بدل الوقفه المنيله دي. اهدى 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 اهدى، هو فرح بنت قنديل بينصبوا له من دلوقتي؟ فرح ده ان شاء الله احسن من الفرح 100 مره. يا اختي، ما انت عارفه شارع عبد العزيز طول عمره زحمه، عامل زي المولد اللي ملوش صاحب. شارع عبد العزيز النهارده ياما طلع له فص الماس. فين يا اختي فص الالماس اللي طلع له ده؟ ما هو ياما في وشك اهو. اعمتي مش شايفه اليافطه الحمراء اللي عمالين ينصبوها؟ يا اختي ما كل يوم بيفتحوا محل ويقفلوا محل. محل مين ده؟ زيزو، المعلم زيزو على السن ورمح الكهربائي ده، كان زمان. وان شاء الله هيجي اليوم اللي يجي على ادخل معلم ويقوم لسعه على قفاه. معلم مين يا بنت اللي هيلسعه على قفاه؟ ما قلتلك 100 مره فوق لنفسك بقى، قلتلك 100 مره السكه دي اخرها سد. يما لو سد هسلكها لك، ما تخافيش هسلكها.
مش ده الواد اللي ما كانش عاجبك انت وابويا وبتقولوا عليها لقمه طريه؟ طب اهو واقف اهو سبع، بصي سبع اهو وبيفتح محله وهيبقى سيد الرجاله ان شاء الله. المهم ابوكي والرجاله اللي زيه هيسيبوه؟ قولي لي يا بت، الكهرباء اللي انت طالعه بيه السما ده، يا ترى انت ماليه ايدك منه؟ يعني هيجي لغايه هنا ويطلبك من ابوكي؟ يما هي الكوتشينه مش بتتلعب ايه؟ ورقه ورقه صح. طيب اهو ما نطلع بالورقه الاولانيه عشان تقر وتسحب معايا في اللعب. العبي يا اختي العبي، ما نشوف مين اللي هيقش. ما هي دي الورقه بقى اللي هتفتح لي الدور كله. ممكن افهم حضرتك بتكلمي مين في التليفون؟ رد عليا يا بنت قبل ما اخلي نهارك زي وشك. يما اصبري شويه اصبري، وبعدين طالما زي وشي يبقى هيبقى ابيض وزي الفل ان شاء الله. ايوه يا متر ازيك يا اخويا سناء الشرشبي، مش كده؟ احفظني شويه. امتى يا متر؟ والنبي صحيح يا الف نهار ابيض، هتكتبها النهارده؟ انت بتكلمي مين يا بيت؟ لا ما تبعتليش حاجه على عنواني، انا هعدي عليك. اجيلك امتى؟ حاضر قبل المغربيه ان شاء الله. سلام عليكم. حرام عليك يا سناء، انا بقيت عايشه معاك يا بنتي في فيلم رعب. خلاص بقيت عامله زي الاطرش في الزفه، ما بقتش فاهمه حاجه. انا مش مسؤوله عنك، انا هبعت اجيب ابوك يرقعك علقه موت عشان اخلص. والنبي تخرج ابويا من الموضوع ده خالص. وعلى فكره انا عارفه سكتي كويس. طب ما تعرفيني سكتك، ده انا امك حبيبتك. رايحه فين يا بنت؟ يما نازله اعمل الواجب، نازله بارك للراجل على المحل بتاعه، نازله بشره بالورقه اللي هتوصل لي النهارده. ورقة ايه يا بنت ريحيني؟ ورقة طلاق يما. يخرب بيتك طلاق؟ طلقتي نفسك يا بنت؟ لا ما تخافيش، هو اللي اتحطت فوق رقبته الجزمة القديمة لغاية لما طلقني. ولا انتوا كنت عايزيني استناه لغاية لما يطلع من السجن ويشبهني معاه؟ ولا تلاقيني عايزة اقعد جنبك لغاية لما اخلل؟ لا لا خلاص، انا ما بقتش مسؤولة، لازم ابوك ياخد خبر. يا ناري يا خوفي، لو ابوكي خد خبر حينيل عشتي انا قبل عشتك. اروح منك فين يا سناء يا بنت بطني؟ اروح منك فين؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ربنا يملاهولك بركه يا زيزو يا ابني. برضاك ودعاك ونفسك معانا يا عم الحاج، قوموا بالصلاه على النبي. الامر لله وحده يا ابني، وخلي بالك كل اللي زيه زي الناس عمره ما يعتاز، مفيش امر بيننا ولا طلبات بيننا ابدا. شوف حواليك كده ايه الايجارات اللي ماشيه ازاي، وانا اخر واحد وانا تحت امرك. عداك العيب يا عم الحاج، بس لازم تقول قولك يعني، عشان ده برضو ابنك ولازم انت اللي تسميه. اسمي ايه؟ اسمي بيني وبين زيزو ابني برضو تسميه؟ طب انا طالب 500 جنيه ماشي الحال؟ قليل يا حاج. كتير يا عم زيزو، انت مش شايف المساحه قد ايه يا عم؟ ربنا لا يجعلك من قطاع الخير يا اخي، وانت هتدفع حاجه من جيبك؟ ده خلي الراجل يبقشش علينا. شوف يا عم الحاج، صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. عزيز الف صلاه. انا هدفع 5000 جنيه. ايه؟ انت بتقول ايه يا زيزو؟ بطل هزار بقى يا ابني، خلينا نخلص. وربنا ما بهزر يا حاج رمضان، انا هدفع 5000 جنيه شهري، وبعد 10 شهور كده يبقوا كام؟ 10 ب 55. المحل يقلب تمليك. تمليك بالقسط يعني؟ يا عم الحاج ده مبلغ معقول، وبعدين انت لازم تسامح برضه في مع زيزو. انا بأجر يا انور يا ابني مش بملك. يا عم رمضان المحل محلك، اي وقت عايزه افضيهولك وقتي. 50000 في المعقول وزي الناس على قولك. في المعقول يا انور يا ابني لو الدفع فوري. طب صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. انا مش هقولك 11 شهر، انا هدفع 12 شهر من ابو خمسه. ها ها بقوا 60000 جنيه. ايه يا عم الحاج شايف المحل شكله قد ايه؟ قد كده. نفسي اعرف دماغك بتروح لغايه فين وبتفكر فين يا عبد العزيز يا ابن عبد الرحيم. بتروح لحد قلبك السمح ووشك الطاب يا عم الحاج. سمعنا مبروك بقى. مبروك عليك بقى يا ابني فتحه خير، ويجعل الدكان دكانين ثلاثه. امين امين. ربنا يخليك يا عم الحاج. تحب نسجل النهارده ولا لما تفضى؟ لا خير البر عاجله يا ابني، انت مش جبت عربيه؟ نخطف رجلينا احنا الاثنين ونروح لغايه الشهر العقاري اللي في العتبه، خلينا نخلص بالمره ونشوف مصالحك وشغلك.
خلاص يلا يا اخوانا كل واحد بقى يرزع عمدته هنا شهود على النسخه دي والنسخه دي. انا البصمات يا عم زيزو. يا عم انت هتمضي مكان المشتري. انت اللي هتدفع المبلغ كله. ربنا يبارك لك. اكتب بقى يا عم انور يتسلم الطرف الاول بين قوسين. لا بين قوسين ما تكتبليش بين قوسين. يعني قوسين كده. عارفها. اكتب اسم الحاج ثلاثي مبلغ وقدره 5000 جنيه كل اول شهر ميلادي. ميلادك انت؟ كل اول شهر ميلادي اللي هي بالياه الوزه دي. بالياه الوزه يا اخويا. من تاريخه. اتفضل يا عم الحاج. كل شهر يا ابني ربنا يجعلك مستور ويخلي لك ولاد الحلال ويخلف عليك بالحلال. ربنا يخليك يا عم الحاج. على ان يستلم الطرف الاول بين قوسين. عارفها انا دي بقى. اسم الحاج ثلاثي المبلغ المذكور اعلاه لمده 12 شهر. ويحق للطرف الثاني بين قوسين. قوسين كتير قوي. كتير قوي بين قوسين. كمل يا عيال. على ان يحق للطرف الثاني بين قوسين اكتب اسمه ثلاثي. تمام. التصرف بالصاد وزه في المحل موضع التعاقد بالبيع والايجار لنفسه وللغير دون الرجوع للطرف الاول. الطرف الاول. تمام. امضي يا عم الحاج. يلا يا سيدي البركه. ايه الشطارة بتاعتك دي زيزي يا ابني؟ ده انت فشر. ده انت محامي تحت التمرين والله. ربنا يخليك يا ريس. انا مزيتك. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله. الف مبروك. مبروك عليك يا ريس. مبروك عليك يا زيزو يا ابني. ربنا يبارك لك. الله يخليك. ربنا يخليك يا عم الحاج. انا سعيد بيك وفرحان بيكم كلكم. ربنا يخليك. هات لنا شويه بقى حاجه حلوه كده وصينيه بسبوسه وبقد الحاج اللي هنذبح النهارده احنا بقى. اديله نصيبه. ربنا يبارك لك عشان دي راجل بركه. حاجه ساقعه كمان يا شابو. يا ناصر. يا ناصر. مش فاكرين بسبوسه وحاجه ساقعه هنا. هات فقفقينا الانور واربعه فقفقينا. ها يلا عتا شد حيلك يا عم. مش هنفضل طول الليل والنهار قاعدين نشيل في الكارتونتين دول. بالراحه بالراحه بالراحه, بالراحة. على مهلك. ما تزناش الحاجه ببعضها. الو على مهلك. موجود اجنديل. اي معلم شرشاب على التليفون. ايه يا حاج؟ الحمد لله. انا واقف اهو وشايف المحل من هنا واليافطه اهي قدامي. والحاج رمضان لسه داخل عنده. الله. طب انت ايه اللي مزعلك؟ هو شارع ابونا؟ ما تسيبه ياكل عيش زي اخواته يا اخي. هاي ماشي يا سيدي انا موجود. رحمه امي يا شرشابي. لا اجيبك على اسنانك مدام خند لقمة العيش والملح اللي بينا. مساء الفل عموم. مساء الفل حبيبي. ايه سمعت النهارده ان في فرح بنتك ولا دي اشاعه؟ لا لا حقيقي. الله امال فين الجو بتاع اضواء المدينه على مؤاخذه يعني الرقصات واحبال النور والافراح و... كله هيحصل بس اصل انا هعمله في الشارع فمش عايز دلوقتي ان انا اقفل المحلات دي كلها. يا سيدي تقفل المحلات وانت شويه يا حاج قنديل لما نقفل اليوم عشانك. سخانات دي ولا ايه؟ سخانات غاز معتبر. وجايبها منين؟ دي؟ دي من عند اخويا جوتنبرج بعتالي من المانيا. اصل ابويا كان متجوز واحده المانيه. عليا النعمه اخوك ده مزاجه عالي قوي. ما تديني كام حته الف يوم عيش. كام حته؟ ببيع بسبوسه انا. يلا يا حبيبي عشان مش طايق نفسي. يلا يلا ماشي. يلا سلمني على جوتنبرج اللي عايش في المانيا. طب يا حبيبي يبقى دم خفيف يا لطيف. الله امال فين بكري؟ هو مشي ولا ايه؟ اكيد زي ومشي. احنا برضه اتاخرنا عليه يا زيزو. طب ايه العباره طيب؟ هو مش الامور ماشيه تمام؟ لا يا سيدي، لما شافنا بناخد كميات بمبالغ بدا يسوق العوا. الله، هو احنا اللي جواه ولا هو اللي جوانا؟
احنا خدنا منه العمليه بتاع المكاوي البخار صح، جبرت والحمد لله، وكان مكسبنا يا سيدي 28%. هو بصراحه ربنا هي دي اللي ظبطت معانا، وجبنا العربيه والمحل والراجل كان زي الفل وما تاخرش الحمد لله. اهو قالها لك اهو يا عم انور. اهلا، ازيك يا حاج بكري؟ وحشني والله. تسلم تسلم يا زيزو، انا عايزك بقى تحضر بيني وبين صاحبك، انتوا شاورتوا على السشوار الياباني وخدتوه بسعره تمام، ولزق في قفانا اكتر من 40 يوم وطلعنا منه بتضلين يا زيزو. ما تهدى بقى يا عم انور، الكلام اخده وعطى، وبعدين مره كده ومره كده. انت واخد فلوس الساعه الكاسيو وبقالك كام يوم؟ سبحان الله، ما انا قلت لك تعال استلم وانت قلت لا، ونزلت السوق تنقر وتدور على السعر اللي انا طلبته منك، وفي الاخر قلت لي هيمشي ولا مش هيمشي. اديك قلتها يعني ما اشتريتش. هو العباره بس يا جدعان ما تفهمونا. يا عم زيزو هو راح يسال، رجع لي قال لي السعر ما بياكلش معايا، قلت له خلاص يا حبيبي يومين كده واجهز لك فلوس. لا 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 لا، بما يرضي الله في ده مالكش حق يا حاج، انت عارف ان السيوله روح السوق، ولو ما واخذ يعني لما تبقى واخد مني قرش ومنمل عليه يبقى رجلك فوق رقبتش. يا عم زيزو ما اليومين عدوا خلاص وفلوسك جاهزه. يا عمنا انت خدت الفلوس عملت بيها مصلحه، المصلحه خلصت جاي ترجع الفلوس، حصل؟ ماشي، وايه بقى طيب؟ يبقى اللي يبقى ما بين الناس الطيبين اللي ما تنساش الخير لبعضيها. القرش اللي نفعك في المصلحه يرجع ومعاه حسنته. أول مرة أسمعها دي. لا مش أول مرة، ده عرف السوق يابا. ما تهدى بقى يا عم أنور، ما تبقاش ضيق. الفلوس اللي عندك كام يا عمنا؟ 120,000. وانت يرضيك ترجعهم كام؟ انت عايز ايه بس يا زيزو؟ انت يرضيك كام؟ انا ان كان عليا ورحمه ابويا ولا دم يسيل زي النار دي، ما رضاش اخد منك فلوس من اساسه، طالما داير في مصلحه عم الحاج. الله يكرمك. انت كنت قلت له على سعر الكاسيو كام؟ انا قلت له ما عجبوش. يعني لو كان عجبه كان يبقى مصلحتنا فيها كام؟ انا حسبت 28,000 جنيه. خلاص. يرجع الفلوس وعليهم نص مكسبنا. خلاص بقى انور، انا هرجع له فلوسه وفيهم خمس بواكي تقريبا ليا بس. هو في بين الاخوات ادب برضك، شفت المحل الجديد بتاعي؟ مبروك يا سيدي. عايزك بقى تشرفنا يا حاج استبري يجيبك تشرب معايا الشاي. السلام عليكم. فلوس انت يا بركه يا سيدي. يا سيدي حلمك شويه، ساعه ولا ساعتين وراجع. ايه ده افردها بقى، غلطتنا ولميناها. غلطتنا فين؟ البوك على راس الميت يا حبيبي، وقبل ما تطلع جنيه لازم تعرف زبونك ومكسبك كمان. احنا النهارده في مصلحه الساعه، يبقى كده حطينا العربه قدام الحصان. لو ده اللي انت عملته في مصلحه المحل بتاعي، حطيت العربه بعيد قوي عن الحصان. ليه بقى يا اخويا؟ واخد المحل تمليك بس بعد سنه، ما تدفع فوري وتخلص فلوسك في جيبك. لا، فلوس المحل دي يا حبيبي لو دورتها في السوق على مدار سنه تنزل سعر المحل للنص، وكله بتسهيل ربنا. الله اكبر عليك، مش عارف انا اجري ورا دماغك دي ازاي. ابعت بقى لنا اتنين فخفخينا. فخفخينا؟ لو حد شافنا بنشرب فرفخينا يا زيزو هنتنظر. خليهم اتنين شايف الخمسينة. خليها على الله. قشطة. لا شطارة ولا خفية يد. ربك بيلهم عبيده. ازيك يا عم ايمن؟ انت قاعد هنا يا عم وسيف ده؟ كنت هنشف في الورشة بتاعتك؟ مالك ياد وشك اصفر كده ليه؟ يا عم كنت هكهرب، كنت هموت كل ما ادوس على زرار كهربني. يخرب بيت امك، اوعى تكون حرقت الموتور. انت خاف على الموتور ومش خاف على الطور اللي كان هيموت. يلا قدامي ما نشوف هبيبت ايه. اهو يا عم كل ما اجي ادوس على زرار كهربني عشان حمار. هو في كهرباء بتكهرب يا غشيم؟ الله يرحمك يابا. طب ده انا ابويا كان بيمسك فردتين التلاته فاس بايديه كده، تحط المفك على جسمه ينور. وبعدين ابقى شكرا دول بشريط لحام عشان ما يلمس مع البودي. عايز تكهرب الزباين؟ اتفضل معايا يا اخويا على السبوره. يا دي السبوره. يلا اتحرمتوا من التعليم، الفرصه لسه قدامكم. ده ايه؟ ايه؟ قايل لك المره اللي فاتت ده ايه؟ البطور. شايف الفردة دي؟ فيها سلكين اسود. طالعين كل واحد على فلوس في البوكس ده. الفردة دي بقى بتغذي الفيشة. طالع منها فردتين، واحدة أخضر وواحدة أزرق. كل واحدة على فيوزة. ركز معايا. أهو. بيتجمعوا هنا زي فتح يا وردة وقفل يا وردة. الله يرحمك يابا. الزرار ده بقى بيقفل الدايرة، أول ما تدوس عليه الكهرباء توصل للموتور والغسالة تشتغل على طول، فهمت؟ يا عم توزيع المخدرات اسهل من توزيع الكهرباء بتاعتك دي. المخدرات دي اللي لحس الدماغ امك.
عشان كده عمرك ما هتبقى صنايعي، هتفضل كده صبي طول عمرك. وبعدين يا اسطى انا مش قايلك تحط زفت شوال تحت العمامه دي؟ هنبيعها ازاي دلوقتي متجرحه؟ مش هتقول الله يرحمك يابا؟ بطل يا مضى. اه اتفضل قفل. مساء الخير يا اسطى. مساء الفل يا ست الكل. ايه ده؟ مش هي دي زحمه الغساله يا اسطى؟ توكل انت على الله حبيبي على زمايلك هناك، اعمل اي مصلحه قبل ما اجيلك. طب شكرت لك الفيشه دي. طيب ما يلا يالا. طب مش هنقفل الدايره؟ يا واد بيقول لك اتنيل امشي، يلا الحق يوصل قبل ما تخلص. عمري يا ابو سناء، في حاجه بايظه عايزين نصلحها لك؟ وحشتني يا زيزو، قلت اجي اقول لك وحشتني. ما قلنا مش هنا يا سناء. اعمل لك ايه؟ ابويا واقف لي زي النهار في الشارع، عايز ابارك لك على المحل. الله يبارك فيك يا ست، خطوه عزيزه يا ست. ها يا واد على طول جازز مني كده، مش كده بالراحه. بنت قنديل النهارده فرح، هروح اقوم بالواجب خمس دقايق كده واجي اخطفك. ايه؟ لا بقول لك ايه، اصل عندي مفاجاه ليك، عايزه اجيبها واوريها لك. توريني ايه بس يا سناء يعني؟ يا واد هوريك في الخن، مش معقول كده خمس دقايق في الفرح وحاجه اختفت. سمعت انك ركبت تليفون جديد في المحل، رقمه كام؟ لسه ما اشتغلش يا ستي، بامر الله لما يوصلوا الحراره اجيب خطها تكتب الارقام على المحل. طيب هعدي عليك وانا بعد الفرح كده. مبروك على العربيه الجديده. الجديده